تاني ترتيب المواضيع في السي ان اس في الورق اللي مع حضراتكم غير ترتيب المواضيع في الكتاب. يعني بادي المواضيع الاهم، وطبعا اهم حاجه بالنسبه لاي باثولوجيست هو التيومر. عشان كده هنبدا اول عنوان عندنا في السي ان اس هو انيمريت سي ان اس تيومرز. دي لو ممكن يسالك سؤال زي ده، ممكن يسالك سؤال يقول لك قول لي اساميهم انيمريشن. وده سؤال على فكره مهم جدا، اكتبوا عليه في اي بي صفحه او الصفحه الاولانيه كلها مبدئيا مهمه، فيها اول موضوع مهم عندنا سي ان اس تيومرز. ازاي بنقسم السي ان اس تيومرز واساميهم ايه؟ طبعا السي ان اس تيومرز تتالف ولا تتحبس؟ لا تتحبس، لا يمكن تتالف. وعشان كده ده سؤال مهم، لان هيجي لك في الامتحان مش هتالف، يا عارف يا مش عارف، يا مذاكر ولا مش مذاكر. السي ان اس تيومرز يا دكاتره بتتقسم ازاي؟ مبدئيا بيقول لك ان احنا عندنا رقم واحد برايمري تيومرز، يعني تيومرز طالعه من السي ان اس او من البرين. وفي عندنا سكند تيومرز، يعني ايه سكند؟ يعني عملت ايه؟ ميتاستاسيس، يعني جاي من اماكن ثانيه. البرايمري سي ان اس تيومر بيقسموه على حسب الاوريجن، على حسب الاوريجن الى ايه؟ ركزوا بقى معايا. اولا بيقول لك ان ممكن التيومرز اللي طالعه من السي ان اس ما تكونش جايه من البرين ولا السباينال كورد ولا النيرف اصلا اساسا. امال يكون جاي منين؟ جاي من المينينجيز. شفتوا تيومر عندكم في الجورنالز كان طالع من المينينجيز، عارفينه؟ كان اسمه ايه؟ مينينجيو. والمالجنت بتاعتها يبقى اسمها مينينجيو ساركوما. اسمها ايه؟ مينينجيو ساركوما. يبقى نبدا الاول بالمينينجيز، مينينجيوما ومينينجيو ساركوما من بره خالص. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين بيقول لك ممكن التيومر يبقى طالع من الجلايال سيلز. عارفين الجلايال سيلز؟ كوليكتيف تيشو بتاع البريك. اي ورم بيطلع من جلايال سيلز بيسموها جلايومز. بيسموها ايه يا شباب؟ جلايوم. يبقى احنا رقم واحد قلنا ايه؟ المينينجيال تيومرز اللي هي المينجيوما ومينينجيو ساركوما. رقم اثنين الجلايال تيومرز اللي هما الجلايومز. جلايوما ولا جلايومز؟ في اس في الاخر لان هما اكتر من نوع. احنا الجلايال سيلز انواع. طيب ده رقم اثنين. رقم ثلاثة بيقول لك ممكن يطلع التيومر من النيرف سيلز نفسها اللي موجودة في البرين أو السباينال كورد. هنسميها نيوروجينيك تيومرز. نيوروجينيك طبعا من خلايا عصبية. يبقى عندي نيوروجينيك وهنقول أساميهم دلوقتي. يبقى احنا قلنا رقم واحد مينينجيومز، مينينجيا، كلايومز، نيوروجينيك. يبقى احنا خدنا المينينجيز، كونكتيف تيشو بتاع البرين، والبرين سيلز نفسها. فاضل ايه تاني؟ يقول لك ممكن يطلع التيومر. انتوا عارفين يا اولاد النيرفز البريفرال نيرفز اعصاب نفسها الفايبرز بيبقى حواليها كفرنج اسمه ايه؟ المايلين شيت او النيرف شيت. فبيقول لك ممكن يطلع تيومر من الخلايا اللي بتكفر النيرف فايبرز فيسموها بريفرال نيرف سيل تيومر او بريفرال نيرف شيت تيومر. البريفرال نيرف شيت، نيرف شيت يعني مش طالعه من العصب نفسه، نوعين هنقولهم دلوقتي. يبقى احنا خدنا دلوقتي الاحتمالات المرتبطه بالاعصاب، يا اما اللي بيغطي من بره، يا اما الكونكتيف تيشو، يا اما النيرف سيلز نفسها، يا اما اللي بيكبر النيرف سيلز اللي هي نيرف شيت تيوم. في ايه كمان؟ في حاجات ثانيه؟ لسه عندنا ايه تاني في البرين؟ يقول لك ممكن يطلع تيومر من البلاد فيسلز اللي في البرين. سمعتوا عن تيومر اسمه هيمانجيوما؟ كافيرنس هيمانجيوما؟ خدتوها فين؟ في البرين ولا في الليفر؟ في الليفر وفي السكن، فممكن تطلع في اي مكان. كافيرنس هيمانجيوما بيقول لك عندي فاسكولار تيومرز ممكن يتكون او مال فورمت الفاسكولار تيومر زي الهيمانجيوما مثلا. طيب ايه كمان؟ ممكن يطلع مجموعه من الاورام، او هي مش اورام قوي، ممكن يعتبروها مال فورميشن، او بيعتبروها كونجنتال، او بيعتبروها ابنورمال ماتوريشن في التيشو. فبيسموها مال فورماتيف تيومرز. بيسموها ايه يا شباب؟ مال فورماتيف تيومرز. طب قولوا لي كده لحد دلوقتي احنا قلنا كام عنوان؟ دي كل دي عناوين لسه ما خدناش تفاصيل. قولوا لي بقى، قولوا لي احنا ايه انواع السي ان اس تيومرز طالعه منين الاول؟ مينينجي، ومين تاني؟ وجلايل، ومين تاني؟ ونيوروجين، ومين تاني؟ خطوط الاعصاب بقى اللي حواليها، بريفرال نيرف شيت تيومرز، ومين تاني؟ فاسكولار، ومين تاني؟ مال فورد. طيب يقول لك ان ممكن في عندنا مجموعه من الاورام بتطلع من خلايا امبريونيك. عارفين يعني ايه امبريونيك تيومر طبعا؟ امبريونيك اللي هو في الكبار ولا في الامبريو؟ في الاطفال؟ اقل من سن كام؟ اقل من 6 سنين. تمام؟ ليه سموها امبريونيك تيومرز؟ لانها خلايا
امبريون خلايا بدائية صغيرة جدا حمرا ولا زرقاء؟ زرقاء خلاص ليزوفيليك مالينا. فبيقول ممكن يطلع عندنا اورام امبريونيك. هي انتوا عارفين اورام الامبريونيك اخرها بيبقى مصوم سمعت عن الرسومات اللي بتيجي في السيلس ده له مصوم اللي بتيجي في المضاربه ولا في البونز ولا بتيجي في السيربال صح؟ يبقى في عندنا امبريونيك تيومر زي مثلا حاجه اسمها الميدالو بلاستوما. امبريونيك تيومر زي الميدالو بلاستوما. طيب في احتمالات ثانيه؟ اه في احتمالات ثانيه. بيقول لك ان ممكن يطلع اورام من البينيال بودي كويس؟ بينيال بودي تيومرز او ممكن يطلع اورام من الكورويد بلكسس كورويد بلكسس تيومرز. ممكن تقول بقى العميل ده الترتيب من بره الاول مينينجيا اللي هم ممكن يبقوا مينينجيوما او مينينجيو سانكو ناخد الكوليكتيف تيشو بتاع البرين جلايا جلايوموس بقى انواع مرضى انواع دلوقتي النيرف سيلز نفسها نيوروجين اللي بيغلف الاعصاب بريفرال نيرف شيف فيو يبقى دي ده المرتبط بالاعصاب تمام الكور بتاع البرين. في عندي حاجات ثانيه زي مثلا فاسكولر وفي عندي تشوهات مالفورمتيف وفي عندي سرطانات في الاطفال امبريونيك وفي عندي حاجات ثانيه في مية البودي وكورايت فلكس. طيب تعالوا نشوف امثله المنينجيا قلنا منينجيوما ومنينجيو ساركو. الجلايل تيومرز عندي ثلاث انواع سمعت دكاتره عن خلايا اسمها استروسايتس. عارفين الاستروسايتس؟ الاستروسايت اشهر جلايل سيلز فلو طلع ورم من الاستروسايت يبقى اسمه ايه؟ استروسايتوم ده رقم واحد. رقم اثنين في الجلايل سيلز في عندنا نوع من الخلايا الجلايل بيسموها اوليجو دندروسايت. يعني ايه اوليجو؟ يعني كتير ولا قليل؟ اوليجو قليل دندرايت دندرايتس. فبيطلع خلايا من بيطلع من الخلايا اللي هي الدندرايتس بتاعتها قليله بيسموها اوليجو دندروجلايوما. بيسموها ايه؟ اوليجو دندروجلايوما ولا قبلها اسمها ايه؟ استروسايتوم. نوع من انواع الجلايوما بيسموها ايبين دايموما. بيسموها ايه يا ولاد؟ ايبين دايموما. هو الايبين دايموما جايه منين؟ من الايبين دايموما سيلز. عارفين الايبين دايموما سيلز؟ موجوده فين الايبين دايموما سيلز؟ الايبين دايموما سيلز اللي هي بتبطن الفيرتريكال او بطن السباينال كلاية اللي خلت بطن من جوه عامله لاين من جوه تمام؟ فدي ايبين دايموما سيلز. فانا عندي استروسايتوما اوليجودندروجلايوما وايبين دايموما. طب تعالوا نشوف اسامي الاورام النيوروجينيك. نيوروجينيك هنبدا بكلمه نيورو. نيورو ايه؟ نيورو بلاستوما. يبقى اول مره اسمه ايه؟ نيورو بلاستوما. اثنين جانجليو. جانجليو ايه؟ نيورو برضه. جانجليو نيورو. ثلاثه جانجليو نيورو بلاستوما. قولهم لي بقى تاني. مين هم النيوروجينيك؟ نيورو بلاستوما وجانجليو نيورو وجانجليو نيورو بلاستوما تمام؟ خليني مش ده؟ النيرف شيك فيوز مين الخلايا اللي بتغلف النيرف فايبر؟ اسمها ايه؟ شوان سيلز. لو طلع ورم شوان سيلز يبقى اسمه ايه؟ شوانوم. يبقى عندي ورم اسمه شوانوم. طيب في ورم شبيه بالشوانوما ولكن بيبقى معاه فايبروبلاست زي الشوانوما بالظبط نفس الخلايا ولكن معاها فايبر بلاست وكولاجين فيسموها نيورو فايبروما. يسموها ايه يا شباب؟ نيورو فايبروما. يبقى دول النيرف شيف فيو. تعال نشوف مع بعض الفاسكولار. الفاسكولار اشهر حاجه مين؟ احنا قلنا الورم اللي بيعمل كافيتيز جواها دم اسمه كافيرنس ايه؟ هيمانجيوما. يبقى عندي كافيرنس هيمانجيوما ده فاسكولار. مين المالفورمتيف؟ احنا قلنا مالفورمتيف دي فالمالفورمتيف دول اورام بجد ولا اي كلام؟ اي كلام. زي مين المالفورمتيف؟ يقول لك مثلا عيان طلع عنده في البرين هرمويد سيستم. سمعت عن هرمويد سيستم؟ ايه هرمويد سيستم؟ كراتوما يعني تمام؟ فممكن يطلع في البيزو بسكار اه بيعتبروه سي ان اس تيوم. يبقى عندي المالفورمتيف زي الهرمويد سيستم. او ركز بقى في الكلمه دي ايبي ديرمويد سيستم. الاولاني اسمها ايه؟ ديرمويد سيستم. الثاني اسمها ايه؟ ايبيدرمويد سيست. ايه الفرق بين الدرمويد سيست والايبيدرمويد سيست؟ الدرمويد سيست تيراتوما طلعت له كبير
ولكن الابيدرمويد سيست شويه خلايا جلد اثناء الماتوريشن بتاع البرين خالص جوه. يعني دي حاجه كونجنتال. الدرمويد مش كونجنتال. الدرمويد ده تيومر. دلوقتي ده تيومر. ولكن الابيدرمويد ده كونجنتال. شويه خلايا ابيدرمال اتحبست داخل المخ اثناء تكوين جلد. هي من الجلد محبوسه فعملت سيست وكانت فيه. يبقى ده درمويد وابيدرمويد. او ممكن يتحبس يتكون سيست جواها شويه افرازات سكريشن فيسموها كولويد سيست. يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا كلهم سيست. الاولانيه سيست فيها شعر واسنان وجلد وكارتلج وتيومر درمويد سيست. فيها جلد بس محبوس بسبب مشكله كونجنتال ابيدرمويد سيست. سيست وفيها افرازات سكريشن كولويد سيست. تمام؟ دول المالفورد. وفي عندي ورا مش مهم قوي اسمه كراني وفرنجوما بضل الحاجات اللي ايه المالفورد. طيب اشهر امبريونيك ثواني احنا بقالنا ربع ساعه. حاضر الامبريونيك اللي هتبقى مين اشهر امبريونيك؟ اشهر امبريونيك قلنا اللي تيجي في السيرفيلانس هو ايه؟ ميدالو بلاستون. يبقى اشهر امبريونيك اسمه ميدالو بلاستون. ميدالو بلاستون. لو نقولهم لي بقى كده. العنوان دي اصلا كان في ايه؟ من الاعلى في السي ان اس تي. قسمناهم لايه؟ برايمري وسكند. قلنا البرايمري على حسب الاوريجن. يا اما الموضوع طالع من الانجيز، ايه الاحتمالات بتاع الانجيز؟ من الانجيوما ومن الانجيوساركوم. يا اما طالع من الجليد تيشو بتاع البرين اللي هم مسمينهم كلايومز. مين هم الكلايومز؟ اسكروسايتوم واوليجودندرو كلايوم وايتين بايوم. كلها جلايد سيلز. طب الاورام ده مش من الانجيز ولا جلايد سيلز ممكن تيجي من نيرف سيلز؟ زي مين بتوع نيرف سيلز؟ نيورو يورو ايه؟ بلاستو وجانجليو نيورو وجانجليو نيورو بلاستو. يبقى احنا قلنا من الانجيز وكونكت تيشو بتاع برين جلايد ونيرف سيلز. في مين تاني مرتبط بالاعصاب؟ نيرف شيت بريفرال نيرف شيت تيوم اللي هو ايه؟ شوانوما واللي شبهها فيها فايروس اسمها نيورو فايبرو. ايه تاني غير المجموعه ديت؟ البريك في بلاد بيسلز فممكن تعمل اورام اسمها زي مين؟ فاسكولار زي مين؟ هيمانجيوم. في حاجات تانية؟ تشوهات وعيوب خلقيه وحبتين وانسجه غريبه بنسميها ايه؟ مالفورم. مالفورم بتبقى عندي ثلاثه سيست. الاولاني ديرمويد سيست ده تيوم. الثانيه ايبيديرمويد سيست جلد محبوس ده كونجنت. الثالثه كولويد سيست افرازات محبوسه ده كونجنت. وممكن حاجه اسمها كرين وفرنجيوم. في تصنيف اخر امبريونيك تيومر زي اللي خدناه في العمل في السيرفيلانس اسمه ايه؟ ميدالو بلاستو. تمام؟ دول اللي هم البرايمر. السكند يا دكاتره اللي هم ميتاستاتيك شفتوا انتوا جون كان في ميتاستاتيك تيومر في البرين؟ كان ميتاستاتيك ايه؟ ميلانوما. ومن اشهر الميتاستاتيك اللي ممكن يجي للبرين ميتاستاتيك ميلانوما اللي هو كان منط في نقط بن من بره ومن جوه؟ بره ومن جوه. خلاص بيجي عن طريق الدم بس. تمام؟ او ممكن يحصل ميتاستاسيس في الانجيز زي مثلا الكيمو. فالميتاستاسيس ممكن يا اما للبرين او للانجيز. تمام؟ لو سمحتوا قولوا تاني بقى تشوفوا ما فيهوش اي حاجه خالص. والمهم بقى تاني عشان ده السؤال مهم اول سؤال مهم. يلا انيوريت سي ان اس تيومرز قسمهم ليه؟ برايمري وسكند. البرايمري ناخد المكونات بتاعت البرين. لو منينجيز منينجيوما ومنينجيوساركوم. لو جلايل كلايوما ولا هما مين يعني؟ استروسايتوما ايبين دايموما واوليجودندرو كلايوما. لو طالع من النرف نيورو بلاستوما جانجليو نيوروما وجانجليو نيورو بلاستوما. لو طالع من النرف شيت شوانوما ونيورو فايبروما. كويس؟ لو ماسكولار اشهر حاجه ماسكولار ايه؟ هيمانجيوما. لو مالت فورمتد كلهم سيستم. ديرمويد وابيديرمويد وكولوري سيسر. تمام؟ لو امبريونيك اشهر حاجه ايه؟ ميدالو بلاستون. تمام؟ والميتاسيس قلنا في البرين زي مين؟ ميتاسيس زي الميلانوما وفي الانجيز زي الايه؟ وقلنا طبعا في حاجات زي الكرينيال بودي وفي كورويد تيومر ادينوما وكارسينوما. كتبتوا على السؤال ده مهم قوي. اكتبوا عليه سؤال مهم اللي هو سي ان اس تيومرز ممكن يجي في البرين لفوق برضه من ضمن الحاجات. برايمري او سكند. نعم. مين بيسال؟ قول.
ممكن ايه برضو في البرين لينفوما برايمري او ايه او سكندري. طيب ده بالنسبه للسي ان اس تيومرز. هناخد بقى فيش في حاجات عليك وفي حاجات مش عليك. طبعا مش كل التيومرز اللي احنا قلناها طبعا ضد سوما، ولكن من اهمهم عندي اثنين مهمين جدا، واحد خدناه في العملي وواحد هيجيلك في النظري. اللي خدناه في العملي اسمه مينينجيوما. حد فاكر المينينجيوما كان شكلها ايه ولا مينينجيوما؟ طب قبل ما تقول شكلها، اولا المينينجيوما طبعا تيومر جاي في المينينجيز، والتيومر اللي بيجي في المينينجيز ممكن يبقى اكسترنال، اكسترنال يعني بره، وممكن يبقى انترنال، وممكن يبقى فنتريكولر، يعني الانترنال ده ممكن في الفنتريز نفسها. ولذلك الافكت بتاع المينينجيوما بيعتمد على السايت، هي موقعها فين؟ اكسترنال انترنال مضافه بحته خطيره، انترنال جوه الفنتريكل وقفل الفنتريكل، فبقى عامل ايه وهايبر كيف على حسب ايه المكان. فالمكان مهم يا انترنال اكسترنال. الجروس بيكشر بتاعت المينينجيوما حضراتكم طبعا فاكرين ده العبيد جروس بيكشر بتاع المينينجيوما كان شكلها ايه؟ راوندد ويند فاين كابسوليت ولا لا؟ كابسوليت لونها ايه؟ جريش وايت كابسكشن. في حاجه كويسه هو اللي ابيرنس ايه الشطاره دي؟ هو كومبريسنج البرين تيشو ده جروس بيكشر بتاعها خلاص؟ جريش وايت وفيها بورلي وكابسوليتد بلاين عاديه جدا. طيب شفتوها تحت الميكروسكوب؟ شفتوا الميكروسكوب بتاع مينشوما؟ كان فيها علامات مميزه؟ كان ايه المميز اللي فيها؟ بورلي وحاجه ثانيه سموها بس ايه الشطاره دي؟ بس في شويه زيادات بسيطه جدا. بيقول لك ان المايكروسكوبيك الدكاتره هو نفس الكلام اللي قلتوه بس ركز فيها معايا. جم الجماعه بتوع ال WHO عارفين ال WHO؟ عارفين ال WHO؟ منظمه الصحه العالميه. عملوا جريدنج للبريد تيومرز. ليه بتوع ال WHO عملوا جريدنج للبريد تيومرز؟ بيقول لك لان البريد تيومرز ما ينفعش نعمله ستيشن. انتوا فاكرين يعني ايه ستيشن؟ جريدنج يعني شكل. ستيشنج يعني سلوك. يقول لك اعمل ازاي ستيشنج للبريد تيومر؟ هو في ايه سلوك سيء اكتر من اللي هو في البريد؟ يعني واحد عنده تيومر في البريد ايه في ايه اوحش من كده يعني؟ عمل تاسس للمعنى مثلا؟ يعني ايه الستيج بقى؟ ولذلك ما فيش ستيشنج في البريد ملوش قيمه. انت وصلت لاعلى حاجه خالص، انت في البريد دلوقتي يبقى خدمه جريد، يعني شكله حلو ولا وحش. فبيقول لك قاموا عاملين جريدنج المينجيوما الى ثلاثه جريدز. المينجيو دبليو اتش 1 لو خدت جريد 1 بيعتبروها بنايم، وهي لو خدت بنايم جريد 1 ويل ديفاين كابسوليت جريش وايت هي بنايم كومبريس، فالجريد 1 اعتبروها بنايم. طب الدبليو اتش 2 او جريد 2 اعتبروها ايه؟ لوكال مالجنت. عارفين يعني ايه لوكال مالجنت؟ لوكال ايه؟ انفلتريشن بس مش متاسس. واعتبر ان لو خدت ال WHO اديناها جريد 3 اعتبروها مالجنت، يبقى دلوقتي بقى المينينجيوما بنايم ولا مالجنت؟ ثلاثه يا اما بنايم يا اما لوكال مالجنت يا اما مالجنت، يبقى اذا المينينجيوما ممكن بقى حاجه ثالثه، ولكن الغالب ايه؟ لوكال مالجنت ولا مالجنت؟ بنايم. الغالب ايه؟ بنايم. معظم حالات المينينجيوما بنايم. بص بقى معايا على شكل المينينجيوما بنايم. بيقول لك المينجيوما البناين اللي هم الطلبه شافوها في الامتحان وشافوها في المراجعات بتاعت العمل، ما هي دي البناين اللي هي شكلها ايه؟ طبعا عارفين ان الخلايا بتاع المينجيوتيجيال سيلز بتعمل اورلي، ولكن هل تفاصيل الخلايا نفسها كانت واضحه؟ ما كانش واضح تفاصيل الخلايا، فكنا شايفين حاجات بتلف كده، مين اللي بيلف دول ما نعرفش، مش باين تفاصيل. فراحوا مسمينها سينسيشيال، سينسيشيال، عارف ايه سينسيشيال؟ سنسيشن يعني كان الكلام ده ظهر بعضها ولاش بوردر. يبقى النوع الاولاني اسمه سنسيشن، وسنسيشن يعني ليس لها بوردرز ولكن عارفينها ليها باترن، يعني شويه خلايا بتلف بس تفاصيلها مش واضحه، مش قادر اميز كل خليه والثانيه، انما حاسس كده ان في ناس بيلف، دي اسمها سنسيشن. النوع رقم اثنين اسمه سامومتس. اسمه ايه؟ سامومتس. ليه سموه سامومتس؟ لان في كالسيفايد سمومبوس اللي حضراتكم شفتوه كان سمومبوس ولا سنسيشن؟ ما شفتوش السمومبوس؟ انتوا شفتوا الاثنين؟ انتوا شفتوا الميكس؟
النوع اللي اسمه ترانزيشنال. والترانزيشنال اللي هو ميكس يعني في شكلين. ترانزيشنال يعني ميكس يعني في ده وده. واحد زائد خلاص. لان في نوع رابع يا دكاتره اسمه فايبروبلاستيك. اسمه ايه يا شباب؟ فايبروبلاستيك. وكلمه فايبروبلاستيك ليه سموه فايبروبلاستيك؟ لان الخلايا بتاع المنجيز بقى ليها شكل واضح. سنسيشن كان ليها شكل. الخليه نفسها مش واضحه. الباترن هو الواضح. ولكن الفايبروبلاستيك لا، ده الخليه واضحه. شبه مين؟ شبه الفايبروبلاستيك. والفايبروبلاستيك بتنتج ايه؟ الفايبروبلاستيك بتنتج ايه؟ كولاجين. مش كده ولا ايه؟ هو طبيعي ان احنا عندنا المننجيز الطبيعيه بتنتج كده؟ لا، فبيقول لك ايه عامل الخلايا شبه الفايبروبلاست؟ فايبروبلاستيك سيميلر تو فايبروبلاست وفيها كولاجين. كانها فايبروما يعني. عارفين فايبروما؟ اللي هو دمان تيومر بتاع الفايبروبلاست. فالفايبروبلاستيك شبه الفايبروبلاستيك بالكولاجين. دي الاربع اشكال. يبقى انا عندي لو شكل الخلايا مش واضح بس عاملين هو مين؟ اسمها سنسيشن. كالسيفيكيشن كتير ودوائر زرقاء. سموفيس. هند على ده؟ ماكس او ترانزيشن. شبه الفايبروبلاست فايبروبلاست. ودول كلهم مالجنت ولا لوكالي مالجنت؟ مالجنت. يقول لك طب اللوكالي مالجنت؟ يقول لك لا. اللوكالي مالجنت بدا يبقى فيها اتيبيا. يعني الخلايا بدات تبقى وحشه وفيها ميتوزز وشكلها وحش. يقول لك امال المالجنت بقت شبه الساركوما وحشه قوي. شبه الساركوما فيها انابليزيا جميع الاشكال بقى. بليومورفيزم وهايبر كرومات انابليزيا جامده جدا. فبيقول لك سيميلر تو ساركوما او ساركوماتويد. يبقى ده لوكال مالجنت شويه تاتيجي بسيطه. يعني كام خليه كده شكلهم مش حلو. ولكن المالجنت ساركوماتويد كانها ساركوما في البرين. تمام؟ ده بالنسبه للمنجيوما والدبليو اتش او بيدي بتاع المنجيوما. الفرق ما بين كلمه ساركوما وكارسيروما. ساركوما ده مالجنت تيومر من الميزنكايم. بس سرطانات وحشه جدا بتروح على طريق الدم مش بتروح شرط. كارسيروما دي سرطانات طبعا ملك كتير. دي بتنتشر على طريق الليمفاتكس واهدى شويه من السرطان. طيب سؤال يا اولاد، المنجيوما اللي احنا وصفناها دلوقتي يقول لك ايه ايه البروجنوستيك فاكتور او الكومبليكيشنز تعتمد على ايه؟ عد لي كده ثلاث حاجات. كومبليكيشن ده واحد تناول المنجيوما في دماغه. مضاعفات المنجيوما بتعتمد على واحد سايت عند حته في دماغه قدام ولا ورا ولا جوه ولا بره. اثنين السايز تناول المنجيوما قد كده ولا قد كده؟ ثلاثه الجريد احنا تعاملنا نفسنا فيه اهو. مين الاحسن؟ جريد 1 ومين الاوحش؟ الجريد 3. يبقى اذا المنجيوما كومبليكيشنز بتعتمد على السايت والسايز والجريد. تمام؟ ده بالنسبه للمنجيوما. ايه المضاعفات بتاعتها؟ انت ممكن تعمل كومبريشن او تعمل انفلتريشن وانفيجن وهي كومبريشن لو هي بناين وانفلتريشن لو هي ايه؟ مالين. تعالوا نرجع المنجيوما تاني شويه. يلا يا ولاد. المنجيوما السايز في فين؟ انترنال وايسال بالشكل شكلها ايه جروس تعامل بريد فاين كابسوليتد فيها هورنينج لونها جريش واحد تحت الميكروسكوب عندي كام جريد؟ ثلاثة دبليو اتش او 1 بتبقى بي 9 و 2 لوكالي مالجنت و 3 مالجنت البي 9 ليها كام شكل؟ أربعة لو عاملة هورنينج سنسيشن ولو عامله كالسيفيكيشن سامونكس ولو عامله الاثنين ترانزيشنال او ماكس ولو شبه الفايبروبلاست فايبروبلاست. امال اللوكال مالجنت فيها ايه؟ يعني امال المالجنت فيها ايه؟ ساركوماتوم. والبروجنوز بيعتمد على ثلاث حاجات اللي هم ايه بقى؟ السايت والسايز والجريد. تمام؟ ده موضوع المنجيوما ده. طيب الموضوع الاهم بعد الانيوريشن بتاع تيومر انواع تيومر اللي هو الاستروسايتوما. موضوع الاستروسايتوما يا دكاتره ده مهم جدا. اكتبوا عليه في اي بي. يعني لو فكر يجيب لك سؤال مهم هيجيب لك انيوريت سي ان اس تيومر او جدول الاستروسايتوما اللي قدام حضرتك. الاستروسايتوما يا دكاتره منينجيال تيومر ولا جلايوما؟ الاستروسايتوما ده نوع الاستروسايت ده نوع من انواع الجلايال سيلز. يبقى ده شكل من اشكال الجلايوما. ليه الاستروسايتوما مهم؟
لان الاستروسايتوما هي الموست كومن برايمري تيومر في الادلت. يبقى لو ادلت جاله ورم في المخ دي اشهر حاجه استروسايتوما. يبقى مهم اكتر حاجه برايمري بتطلع من البرين، تطلع من الكونكتيف تيشو بتاع البرين الاستروسايت. ولكن الاستروسايتوما يا دكاتره حسب ال دبليو اتش او، عارفين دبليو اتش او؟ هم بيقولوا لك اربعه جريد. المنجيوم كام جريد؟ ثلاثه. الاستروسايتوما اربعه. وجدول المقارنه بيعتمد على الجريدز الاربعه. فبيقول لك ان عندي استروسايتوما حلوه بجريد 1 واستروسايتوما نص نص ده جريد 2 واستروسايتوما وحشه دي جريد 3 واستروسايتوما وحشه دي كان زي الزفت دي جريد 4. يبقى انا عندي اربعه استروسايتوما مختلفين عن بعض تماما في السن وفي السايت وفي الشكل وفي الميكروسكوبيك وفي الروس كل حاجه. يبقى الاستروسايتوما اربع انواع. وعلى فكره النوع ده مش بيتحول لده وده مش بيتحول لده، فدي انواع مستقله كل نوع لوحده. طيب بصوا بقى معايا قبل ما اقول اساميهم اللي فوق هشرح شويه حاجات هنا واعرف هم سموهم ليه الاسامي اللي هقولها دلوقتي. عايزين نحفظ بس القاعده. الموضوع سهل جدا وبسيط خالص. الاستروسايتوما جريد 1 بتيجي الاطفال. حلو كده مش حلو؟ استروسايتوما 1 حلو؟ ده 1 جريد 1 احلى واحده كتير بتيجي العيال الصغيره. يبقى 1 شلل. ولما بتيجي في الاطفال بتبقى سيربيلا. بتيجي فين؟ في السيربيلا. بص بقى معايا. استروسايتوما جريد 2 بتيجي تشاورن وادلت. وبتيجي سيربيلا وبرين. طب استروسايتوما جريد 3 ده بتيجي للادلت. سيربيلا ولا برين؟ برين. طب استروسايتوما جريد 4 ادلت برين. وكأن اللي بيجوا الاطفال بيجوا فين؟ السيربيلا. واللي بيجوا في الكبار بيجوا فين؟ بيجوا في البرين. يبقى جريد 1 بتيجي فين؟ في السيربيلا. اطفال ولا كبار؟ اطفال. طب و2؟ اطفال وكبار. يبقى تيجي فين؟ سيربيلا مو برين. طب و3؟ كبار بس. يبقى فين؟ برين. طب و4؟ كبار بس. يبقى فين؟ برين برضه. الوحيده الويل ديفايند شكلها ويل ديفايند، احنا قلنا 1 دي بتيجي فين؟ برين ولا سيربيلا؟ ادي السيربيلا اهو. ويل ديفايند ماس. سوليد او سيستم. بس وين ديفاين حلو يعني بمعنى خلاص. مجرد ما ندخل في جريد 2 هيبقى شكل التيومر ايه ديفاين ايريجولار. ايه ديفاين ايريجولار؟ وكلمه ايه ديفاين يعني بيعمل ايه؟ انفيجن خلاص بينفلتريت اللي حواليه. وجريد 4 نفس الكلام بتبقى ايه ديفاين. اثنين لونها جريش وايت وثلاثه لونها جريش وايت. ركز بقى معايا في اربعه. أربعة بيقول لك بتلاقي مناطق لونها جريش وايت ده لون إيه؟ ده لون تيوم. ومناطق لونها يلو. طب يلو ده لون إيه؟ متوقع كده إن أصفر يبقى يلو. فص مثلا فات طلع في الأستروسايت فات. ولا نكروزس. نكروزس خلايا ميتة. يبقى دي فيها نكروزس. يبقى هلاقي مناطق لونها يلو يبقى نكروزس. ومناطق حمر يبقى ده إيه؟ هامر. يبقى إذن بيضة وصفرة وحمر كوكتيل هيتيروجينس خليط من الاشكال كذا لون. عشان كده بيقول لك دي وحشه جدا. كل اللي فيها نكروز وهامرج ومناطق لسه صابت معناها ان دي وحشه مش حلوه. هيتيروجينس الموضوع مش كويس. يبقى انا عندي الاولانيه جريش وايت جريش وايت جريش وايت جريش وايت جريش وايت يلو اند ريد بسبب النكروز والتفكير. ده بالنسبه للجزء. بص يا ولاد معايا تحت الميكروسكوب. بيقول لك تحت الميكروسكوب هناخد اول حاجه جريد 1. هو الورم اسمه ايه؟ التيومر اصلا كان اسمه ايه؟ استروسايتوما. بيقول لك هلاقي استروسايت. شكلها ايه الاستروسايت؟ بيقول لك هي خلايا باي بولر. هلاقي باي بولر يعني ايه باي بولر؟ باي بولر يعني ليها تو بروسيسز. عارفين يا ولاد الكيوتو طبعا من بتاع ده؟ اه فبيقول لك ليها فرتين. هير لايك هير لايك بروسيسز. فالراجل اللي شافها تحت الميكروسكوب تخيل وكانها بنت بتفرتي. صحيح حصل قرع بس بتفرتي قال لك الله. وراح مسميها تاينوسيتك. سماها ايه؟ تاينوسيتك.
يعني الخلية أم بفايل. يبقى النوع الأولاني اسمه إيه؟ فايلو سيتك. فايلو يعني بفايل، سيتك يعني خلايا، يعني الخلية أم بفايل لأنها خلية ليها طفيرتين ولكن رأسها قرع هما طفيرتين بس. وبيقول لك هل الخلايا دول كتير ولا قليلين؟ قليلين. ما احنا لسه في جريد 1 فهي هايبوسيلولر. يعني ايه هايبوسيلولر؟ يعني عندي بنتين ثلاثه بس خلاص، وكل واحده فيها طفيرتين، خلايا قليله وضفائر قليله، فسماها هايبوسيتك يعني خلايا منين ومضافات. ده النوع الاولاني اولا. وشكل الخلايا نورمال او بنور. نيجي للنوع رقم 2. بيقول لك النوع رقم 2 بقى هايبر سيلولر. اللي بيحصل ايه؟ هايبوسيلر. وده ايه؟ هايبرسيلر. يعني ايه هايبرسيلر؟ يعني خلايا كتير. حلو كده مش حلو؟ لا مش حلو. الخلايا بتزيد وبتتكسر معناها ان التيومر هايبر بسرعه، ما تخاف منه. فبيقول لك ان النوع ده بيبقى هايبرسيلر يعني خلايا كتير. لما يبقى فيه خلايا كتير اجمالي عدد الضفاير هيبقى قليل ولا كتير؟ هيبقى كتير. فبيقول لك هنشوف ضفاير كتير قوي ما تعرفش دي تفرق مين من تفرق مين. فراح يسميها فايبريلاري، بقت شعنونه كده منكوشه. فايبريلاري او ديفيوز فايبريلاري. ديفيوز فايبريلاري اللي عندي فايبريلاري بروسيسز كتيره جدا من خلايا جدا، يبقى ده هايبر سيلولر. وبدا الشكل يوحش شويه، بدا يبقى فيها اتيبيا. اتيبيا يعني لا مش حلو، مش حلو، شكلها مش لطيف خلاص. يبقى قولي تاني استروسايتوما جريد 2 تفرق ايه عن جريد 1؟ عدد الخلايا في جريد 1 هايبو سيل، وفي جريد 2 هايبر سيل. الضفاير في جريد 1 بايبول هم فردين، ولكن هنا في الثانيه هتبقى فايبريلاري بروسيس منكوشه منعكشه، شكلها مين احلى؟ 1 لان 2 بدا يظهر فيها اتيبا خلاص. لو دخلنا يا دكاتره في جريد 3 بيقول لك لا ده الخليه بقى شكلها وحش خالص، بقى فيها مايتوزس، بقى قبيحه جدا فيها مايتوزس، يبقى زودنا على اللي فات مايتوزس. ده في جريد 3. لو شفنا مايتوزس يبقى جريد 3. مايتوزس ده علامه وحشه ليه؟ لما اشوف ابنورمال فريكوينت مايتوزس ده وحش ليه؟ ده ليه على ايه؟ طيب يقول لك في جريد 4 دي بيسموها ايه؟ بيسموها اناكلاستيك. ليه بيسموها انابلاستيك؟ فيها انابليسي لان فيها مايتوزس، لان شكل الخلايا بقى وحش. اللي قبلها كانوا بيسموها ايه؟ فايبريلر. ليه بيسموها فايبريلر؟ خلايا كتير وضفاير كتير. واول واحده كانوا بيسموها ايه؟ فايلوسيت، هي الخلايا المضفايه تمام. الرابعه دي يا دكاتره بدا يظهر فيها نيكروز. طبعا انت قلت اللون الاحمر ده ايه؟ ده هيموريدج. قلت الاصفر ده ايه؟ نيكروزس. اذا بدانا نشوف تحت الميكروسكوب نيكروز اند هامش، يبقى بلس بزود على اللي فات نكروز وهامش. خلي بالك احنا كل واحده بزود على قبلها، كل واحده بزود على قبلها. يعني عدد الخلايا في الانابلاستيك قليل ولا هايبر سيلولر؟ هايبر سيلولر. والفايبريلاري بروسيسز كتير ولا ايه؟ كتير، بس زودنا مايتوزس، وهنا برضه فيها مايتوزس بس زودنا نكروزز وايه؟ وهامش. يقول لك نيكروز وهيمورج زائد ماسكولار بروليفريشن. طبعا الورم بدا يعمل نفسه اوعيه دمويه بيغذي السرطان، وده خطير جدا. ده اخر حاجه. وكون ان يبقى في ماسكولاريتي عاليه في التيومر معناه انه هينزف وانه هيتغذى وانه هيكبر وانه هيختار في الدم. ده اخر مقال اسمها فوق. اللي هي بيسموها جلايوبلاستوما. بيسموها ايه يا ولد؟ جلايوبلاستوما. خلي بالك من الكلمه، بص ركز معايا. جلايو ليه جلايو؟ هي اصلا الاستروسايت نوعها ايه؟ لايسنس بلاستوما لانها وحشه قوي زي الامبريون تيومرز. انتوا عارفين الامبريون تيومرز بيضلوا بلاستوما نيورو بلاستوما نيورو بلاستوما سرطانات زي الزفت، بيقول لك دي وحشه جدا وكانها امبريون تيومرز بسبب دي كبار ما بتجيش في الاطفال، ولكن مصيرها كانها بلاستوما فسموها جلايو بلاستوما. خلاص زودنا فيها نيكروز وهيمورج وفاسكولار بريفيشن. وبيقول لك ان الخلايا المالجنت تيومر بتعمل باليسيدنج حوالين الخلايا الميتة. يعني بعد ما الخلايا ماتت التيومر بيعمل خلايا باليسيدنج. عارفين ايه باليسيدنج؟ باليسيدنج يعني صفر صفر بس حدود جنب. لو سمحت قولوا لي تاني يا ولاد جدول الاسوسيتوم. يلا اسوسيتوم واحد تلات انواع. اربع انواع. النوع الاولاني اسمه ايه؟ فايلوسيل. والنوع الثاني
وبعد كده المنكوش والتالت الأسلك الوحش والرابع الغايب الصومة الزيزر السن والمكان الأولاني يجي فين طب الأطفال مكان سردل والتالي جلد المعضل مكان سردل المبرين التالت عضلت بس برين والرابع عضلت برين الشكل مين فيه موديفاين الأولاني والباقي كل الرجل الإيديفاين تصرفهم هي شوية إن أنا زودت في النوع الرابع اللي فيها يلو ايريس نيكروز وريد ايريس هام تحت الميكروسكوب اوصفوا لي النوع الاولاني الخلايا بتبقى ايه بايبول هايبر ولا هايبوسيل هايبوسيل النوع الثاني هايبر سيل فايبريلاري بروسيسز وفيها اتيبي النوع الثالث زودنا مايتوزس النوع الرابع زودنا نيكروزس وعملت حوالين التيومر فالسي حوالين النيكروتيك اريا فالسي اكتبوا يا ولاد على الاسوسايتوما في اي بي اسوسايتوما اكتبوا عليها في اي بي طيب اللي جاي بقى كلام فارغ كله كلام فاضي حاجات كده للعلم بالشيء لا اكتر ولا اقل حاجات للعلم بالشيء لا اكتر ولا اقل سمعت يا ولاد عن ورم اسمه اوليجو اوليجو دندرو لايوما سمعنا عن اوليجو دندرو فلايوما ده نوع من انواع الجلايوما بيقول لك ان الاوليجو دندرو فلايوما ال WHO عارفين WHO عملوا لها 2 جريد عملوا لها كام جريد؟ 2 جريد الاسوسايتوما كانت كام جريد؟ 4 المينينجيوما كانت كام جريد؟ 3 الاوليجو دندرو فلايوما اثنين يعني كم وكم اثنين وثلاثة يعني اثنين وثلاثة يعني ما عندهاش جريد وان ما عندهاش جريد وان ده معناه ان الاوليجودندرو جلايوما من بدايتها وحش بس برضو رغم انها جريد تو او ثري التو بتاعتها احسن من التو بتاع الاستروسايتوما والثري بتاعتها احسن من الثري بتاع الاستروسايتوما في البيهيفير فهي احسن من الاسوسايتوما انا انا اثنين وبادية من اثنين بس احسن منه كله خلاص احسن من مين؟ من الاسوسايتوما مفيش واحد اصلا يعني مفيش بناين هي مفيهاش بناين هي بادية اصلا انترتريت مفيهاش حاجة بناين زي الاثنين طيب الاوليجودندروجلاما كل المطلوب منك هو الموضوع ده لو جه فيه سؤال لو فكروا يعني يجيبوا فيه سؤال يا اما هيجي لك في ام سي كيو كده حاجه صغيره علامه يا اما يجي لك في ماتشنج وصل ده ايه الحاجه اللي بتميزها الاوليجودندروجلاما الجريد 2 الفكر اوليجو اللي حرف الاو حوالين النيوكليس انا عندي خلايا زي حرف الاو مدوره وحوالين النيوكليس او كبيره اهي وانا عندي كم او عندي اثنين او الخلايا او وحوالين النيوكليس او بيسموها ايه او اللي حوالين النيوكليس بيسموها هالو 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 يعني ايه هالو هالو يعني ايه يعني بيرزو مطار ده اللي بيميزها خلاص ده اللي بيميزها يبقى بيميزها انها خلايا راوندد عامله زي حرف الاو وحوالين النيوكليوس او هالو خلاص وفيها كالسيفيكيشن ودي مهمه جدا بلاقي فيها كالسيوم كتير قوي مهمه قوي ليه؟ لان اكتر من 90% من الحالات اللي لو فيها كالسيفيكيشن مهم قوي في الكالسيفيكيشن ده اللي بيميزها ده جريد 2 لانها لو دخلت يا دكاتره في جريد 3 هتبقى انابلاستيك انابلاستيك يعني بشكل بسيط انما الشكل بيبقى واضح كده ومميز وهي تو في 3 بتبقى صعبه شويه لانها بتبقى على بلاستيك بقى تحط له طيب وقلنا ان الاوليجو دندرو جلايوما احسن ولا الاسترو سايتوما؟ الاوليجو خلاص ده بالنسبه للاوليجو دندرو الايه؟ اثنين بتبقى لوكالي انفلتريت لوكالي مليون الفلتريت هو بص ما بنقدرش نقول قوي مالجنت هو مش بيعمل ما بنقدرش نقول قوي بنعمل مالجنت بس الفلتريت خلاص مش فاهم بس يعني طيب ده بالنسبه للاوليجو دندرو جلايوما
في عندنا دكاتره تيومر ثالث اسمه ايبندايموما. اسمه ايه؟ ايبندايموما. والايبندايموما جاي من ايه؟ من الايبندايموما. مين هي الايبندايموما؟ الخلايا اللي بتعمل لاين لمين؟ للفيرتكس فاونكل والسباينال كور بتاعتنا، السباينال كانال، خلايا مبطنه اصلا جوه. فهي الايبندايموما سيلز طبيعتها انها خلايا بتعمل لاين، طبيعتها انها بتعمل لاين. فيوم ما يعملوا تيومر هيعملوا لاين. لايننج لمين؟ لاي حاجه، لنفسهم. يقول لك هتكون الخلايا لفه حوالين نفسها، يلا يا اولاد نعمل لاين. وانتوا بتعملوا لايننج لمين؟ مش عارفين، بس حاسين ان احنا عايزين نعمل كده لاين، ما طبيعتنا كده. فيقوموا لافينه خلاص. فيعملوا هذه الاشكال اللي قدام حضراتكم، فيروحوا مسميين المنظر ده روزيتي. روزيتي كلمه بتتكرر كتير قوي في اشكال الاورام، روزيتي اللي عامل شكل الورد. او يقوموا جايين حوالين بلاد فيسل، يقول لك يلا نحوط البلاد فيسل، يلا عشان يبقى عندنا فايده ما يبقاش لك كده خالص. فيحوطوا البلاد فيسل فيسموها السودو روزيتي. يبقى ايه الفرق بين روزيتي وسودو روزيتي؟ روزيتي ايه؟ سودو روزيتي لا، انتوا استعبطوا البروتين حوالين بس ورد. ايه بقى؟ دي سودو روزيتي ودي روزيتي. خلاص؟ ده المميز في الايفين بايلين. يبقى الايفين بايلين جاي منين؟ من الايفين بايلين سيلز. موجوده فين؟ في الفيرتكس والسباينال كانت. بيعمل ايه؟ بيعمل روزيتي وسودو روزيتي. هو طبيعته انه يلف اصلا ما بيطلعش اي حاجه، يعتبر يلف حوالين نفسه. روزيتي. يلف حوالين بس سودو روزيتي. ايه مشكله الايفين بايلين يا دكاتره؟ هي بيعتبروها برضه في منها جريد 2 وجريد 3. زي مين؟ 2 و 3 زي مين؟ زي البولي. خلاص؟ ايه مشكلة الايبندايموما لو جت في الفيرتكس بتاعت البرين؟ هتقلق. طب لو قفلت الفيرتكس هيكون الفيرتكس هيكون ايه؟ سي اس اف. بيسموها ايه الحالة دي؟ هايبرتكس. فممكن دماغ تكبر غير الهايبرتكس اصلا. طب لو جت الايبندايموما هي بتقول لي مكانها فيرتكس او سباينال كانال. طب لو جت سباينال كانال هتضغط على مين؟ سباينال كور. هتعمل ايه؟ ما عرفتيش. خلاص؟ اذا هي مشكلتها مكانها انها لو جت في الفيرتكس اوف البرين ممكن تعمل هايبر كيكلس اوبستراكشن، ولو جت في السباينال كانال ممكن تعمل كومبريشن وباراليزيشن. ده موضوع الايبين دايموند. طيب في عندكم مقارنه ما بين الشوانوما والنيوروفايبوما. اساسا ايه العلاقه ما بين الشوانوما والنيوروفايبوما؟ اساسا يعني ان هما الاثنين ايه؟ ريفرنس نيرف شي صح؟ شوانوما بتتعامل نيوروفايبروما او اختها. الفرق كالاتي، هما الاثنين يا دكاتره اولا طالعين من النيرف شي، يعني لا طالعين من العصب ولا طالعين من جلايد سيلز، الخلايا اللي حوالين العصب. شوان سيلز. الفرق رقم واحد ان الشوانوما بتيجي في الكرينيال نيرف رقم 8. عارفين؟ سمعت عنه؟ اسمه ايه طيب؟ البسيلر كوبي. طب لو واحد عنده ورم على البسيلر كوبي هيأثر عليه ازاي؟ بس العين مش مظبوط. تمام؟ يبقى العين كده عنده مشاكل بيسموها اكوستيك نيورون اللي هي مخاطر السمع. المهم ان هو عندي في الكرانيال نيرف رقم 8. ده مين اللي بيعمل الكلام ده؟ ده الشوانوما. النيوروفايبروما بتيجي على السنسوري نيرفز. طب والسنسوري نيرفز سوبرفيشال ولا ايه؟ السنسوري نيرفز سوبرفيشال في الجلد يعني. عشان كده النيوروفايبروما سبكتينس ولكن الشوانوما انتراكريت. طب العصب الثالث النيوروفايبروما سبكتينس اعصاب الاحساس. مين اللي بيعمل بين؟ مين البين فور؟ النيوروفايبروما. بيقول لك النيوروفايبروما يا دكاتره دايما بتيجي بمتلازمه وراثيه. بيسموا هذه المتلازمه الوراثيه نيوروفايبروماتوزس. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه اوزس؟ نيوروفايبروماتوزس يعني واحده ولا اثنين؟ يعني كتير. يعني جميع اعصاب الجسم عليها اورام والعيان ده بيصوب من الوجع. طب هي كده كانت متلازمه؟ طب ما كلها نيوروفايبروما اهو. فين التلازمه يعني؟ مجنون زي بعض. لك لا. وعنده سكين بيجمنتيشن. عنده بقع لونها جلد.
ملهاش علاقه بالورم، هو في علاقه ما بين الشوان سيلز والفكر مش علاقه. اللي اكتشف البقعه دي كان راجل فرنسي راجل رايق قوي كده، وراح مسمي البقعه دي كافيه اولي، سماها كافيه ايه؟ اولي يعني لون ايه؟ لون القهوه ده تمام؟ كافيه اولي بيجمنتيشن مع اليورو فايبرومتوس، يبقى مين اللي فيها السيم بيجمنت؟ الشوانوما ولا اليورو فايبروما؟ النيورو فايبروما. خلاص لو جات متلازمه وراثيه نيورو فايبروس معاها فكر. طيب ده بالنسبه للمكان. بالنسبه للبروس الشوانوما الاصل والنيورو فايبروما تقليل. الاصل كابسوليتد وبنايم. مين اللي كابسوليتد وبنايم؟ الشوانوما بتبقى كابسوليتد بنايم. النيورو فايبروما نوت كابسوليتد وممكن تقلب مالجنت. طب لو قلبت مالجنت يبقى اسمها ايه؟ هي اصلا اسمها ايه؟ نيوروفايبروما. قال لك نسميها نيوروفايبروساركوما مش حلو، نسميها نيورولينوما مش حلو، نسميها مالجنا نيوروفايبروما مش حلو، نسميها مالجنا نيرف شيف تيوب. حلو قوي مالجنا نيرف شيف تيوب. خلاص يبقى مين اللي بيقلب مالجنا نيرف شيف تيوب؟ الشوانوما ولا نيوروفايبروما؟ هي نيوروفايبروما. طيب ايه الفرق تحت الميكروسكوب؟ بص يا ولد تحت الميكروسكوب بيقول لك ان الشوانوما عباره عن خلايا الونجيتد. الشوانوما خلايا ايه؟ الونجيتد وعاملين باليسيدنج. يعني ايه باليسيدنج؟ يعني عاملين طوابير. فتلاقي النيوكلياي زرقاء، خطوط زرقاء في اماكن معينه لان الخلايا كلها مرصوصه في حته واحده. يعني سايبين التيومر كله زانقين نفسهم في حته واحده. اه هما بيحبوا كده. طب وبقيه التيومر؟ بيقول لك مناطق فاضيه، سايبين الاماكن الفاضيه وزانقين نفسهم في حته واحده. المناطق الفاضيه بيسموها انتوني بي، المنطقه ب، والمناطق الزحمه بيسموها انتوني اي، المنطقه الف. يبقى المنطقه الف فيها باليسيدنج والمنطقه ب فيها ميكزويد ماتريكس. دايما الشوانوما بتعمل الحركه دي، مناطق زحمه ومناطق فاضيه، مناطق زحمه ومناطق فاضيه. الزحمه انتوني اي فيها باليسيدنج والفاضيه انتوني بي فيها ميكزويد ماتريكس. ده الشرنوبه اللي بتعمل كده. طيب امال النيورو فايبروما؟ يقول لك والله ارجع للاسم، هم سموها ليه اصلا نيورو فايبروما؟ اكيد شبه مين؟ الفايبروبلاست. وطالما شبه الفايبروبلاست يبقى شكلها ايه؟ ستاندرد وبتبرز ايه؟ كولاجين. ده الفرق ما بينهم. لو جالك السؤال ده دكاتره الشوانوما والنيورو فايبروما لو جه هيجي لك مقارنه. لو جه هيجي مقارنه، لو جه. هو مش هيجي اصلا. يلا ايه الفرق بين الشوانوما والنيورو فايبروما؟ يلا المكان الشعور فيه ايه؟ ماني انا بقى بكام؟ 8. ولكن النيورو فايبروما سنسري. مين اللي فيه صح كتير؟ فايبروما. مين اللي فيها كافيه اوليك؟ فايبروما. مين اللي كابسوليت؟ الشوانوما. مين اللي فيها باليسيدين بوليزوين بابكس؟ الشوانوما. امال النيورو فايبروما فيها ايه؟ سبندر سيلز ومعاها كولاجين. تمام؟ مين اللي بتقلب مالجنت؟ الفايبروما. ولو قلبت تبقى اسمها مالجنت نيرف شيث تيوب. ماشي يا ولاد؟ طيب كده يبقى احنا اتكلمنا على التيومرز الهيمونوتوسينس. في بقى شويه مواضيع كده مش تيومر. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بسبب اي تيومر في البرين؟ عايز تفهم ايه ممكن في واحد عنده مرض في المخ يعمل ايه؟ كومبريشن. ماشي. هاورج. ممكن يقفل مسار السي اس اف ويعمل انترا كاين بريشر عالي او ممكن يعمل حاجه اسمها برين هرنيشن. عارفين ايه برين هرنيشن؟ عارفين ايه هرنيشن؟ يعني حاجه طلعت من حاجه. طب برين هرنيشن مين طلع مين؟ البرين طلع منين؟ الفرن المجني. تمام؟ برين هرنيشن خطيره. طيب تعالوا نتكلم عن شويه خدشات مواضيع عميقه كده. السيريبرال اديما. ها؟ ما قلناش الميدالو بلاستوما صح؟ الميدالو بلاستوما. الميدالو بلاستوما يا دكاتره. الميدالو بلاستوما نوع تيومر كان متصنف ايه؟ جلايند ولا مينجيال؟ امبريون. يبقى بيجي منين؟ الامبريون. شابر اقل من 6 سنين. يبقى ده سرطان بيجي في الاطفال اللي عمرهم اقل من 6 سنين. ادي المعلومه رقم 1. المعلومه رقم 2
ليه سموه امبريونيك؟ هتقولي هو الطفل اللي عنده 90 دقيقة مش امبريونيك، لأن الخلايا نفسها امبريونيك سيلز، يعني ايه ماتيور سيلز؟ والخلايا الامبريونيك سيلز كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة؟ حمرا ولا زرقاء؟ زرقاء. عاملة ايه؟ روزيتين. عاملة ايه؟ روزيتين بطن. يبقى عبارة عن خلايا زرقاء مليجنة طبعا فيها غليظة رهيبة والسرطان زي الزفت مش قوي. خلايا زرقاء صغيرة مليجنة عاملين روزيتين وعاملين انفيجن. بيجي فين الميدالو بلاستوما؟ بيجي فين؟ السيريبيلو. طب ليه سموه ميدالو؟ في علاقة بين السيريبيلو والميدالو؟ في علاقة أناتومية؟ خلاص سيبوا لنا الموضوع ده شويه بعد العمر ده خلاص في فرق لان المدال والبلاستوما لان السرطان ده اول ما هيقارب مين؟ المدال وده اخطر حاجه بتحصل لان لو قارب مدال العيال دول يجي لهم ايه؟ واحد خرب عنده المدال دي مشكله هيموت وايت سيمبل هو عشان كسب ميدال وبلاستوما اخطر حاجه بتحصل فيه ان هو بيعمل انفيجن اوف ميدال تمام يقوي طبعا خطير جدا طيب وطبعا انت شفت شكله انت شفت شكل الميدال وبلاستوما جوه تعرفوا اسمه تكوين ديفاين الريبلا فرايبل نيكروزز امريج انفلتريتنج سيربل وانفلتريتنج خلاص طبعا مليك تيومر لا اعتقد ان تتوقع يا جماعه قدام الاتش او تعرفوا الاتش او هيدوله بريك كام؟ واحد اول ما بيطلع بيخرج من الميدالو هيدوله بريك كام؟ هو واخد اربعه من كل ما عندوش لا راجل ولا بريك ولا ده خلاص فالميدالو المسكوره بتاعته بريك طيب تعالوا بقى نتكلم شويه مواضيع كده خايبه شويه كلام فاضي كده يلا اول موضوع يا دكاتره في عندي كلمتين بس عايزين نفرق ما بينهم الايه؟ اه ممكن يتعالج بالاشعاع ريدي سنسيتيف يعني يتعالج بالاشعاع سرطان اي حاجه اسمها ريدي سنسيتيف معناه انه ممكن يعالج بالاشعاع ويجيب نتائج كويسه جدا ياخد ريدي سنسيتيف بصوا يا شباب عايزين نفرق يا دكاتره ما بين كلمتين الكلمه الاولانيه سيريبرال ايديم الكلمه الاولانيه ايه؟ سيريبرال ايديم واحد عنده إديمة في مخه في أي مشكلة؟ عارف والتاني اسمه هايدروكيتوس واحد عنده مية في مخه في أي مشكلة؟ عادي برضه بس إيه فرق المية فين؟ الهايدروكيتوس المية فين؟ والسيريبرال إديمة المية هما الاتنين مية بس إيه نوع المية؟ هنا سيروس فلويد كلير فلويد عادي خالص لكن هنا مين؟ سي اس هنا الميه فين في السيريبرال ايديما؟ في البارينكيما اوف برين يعني في البرين تيشو نفسه جوه البرين تيشو في ميه. طيب ولكن الهايدروكيتوس السي اس اف زي فين؟ جوه الفنتريكلز جوه الفنتريكلز بتاعت البرين يبقى ده سي اس اف اكسس سي اس اف فلويد انفنتريكلز وده اكسس فلويد عادي خالص ولكن ان برين برينك. طيب ايه اللي جاب ميه للمخ؟ جاب منين؟ والله احتمالين الاحتمال الاولاني ان محتوى الخلايا الخلايا نفسها الميه اللي فيها زاد يعني انتراسيلولر سمعتوا انتوا عن خلايا بيزيد فيها الميه؟ ممكن الميه تزيد جوه الخلايا؟ اه نيكروز ده ولا ابوبتوزس؟ اسمه ايه ده؟ ديجنريشن اسمه ايه؟ ديجنريشن يعني خلايا ما ماتتش الخلايا بايظه زعلانه الخلايا لما بتزعل بتخزن جواها بتزعل بتخزن جواها يا اما بتخزن جواها ايه بقى؟ ميه يا اما زي الليبر لما بتزعل بتخزن جواها ايه؟ تعرف خلاص يبقى ده ديجنريشن شويه زعل كده يقول لك طب زعلت ليه يا برين؟ يقول لك والله انا زعلت حاجه من اتنين يا اما ممكن يكون مثلا اي سيريبرال انجري ممكن يكون تروما حاجة خبطتني ممكن يكون اسكيميا حد قطع عني النور ميه وكهرباء كويس فكل دي حاجات بتظهر تمام فدايما بيحصل مع السيريبرال انجري ايا كان نوع الانجري يا اما سيريبرال ماسكولار انجري نقص دم قطع دم يا اما
هيحصل تروما للايه للبرين سيلز. تمام ده الانترسيت. والفلويد بقى نوع سيستم، وكنا بنقول ان اللي يجمع الميه في مخ حاجه من اثنين، يا اما ان الميه اتجمعت جوه الخلايا يبقى زعل، يعني اي سيريبرال انجري يعني اسكيميا او تروما، يا اما اللي يجمع الميه يبقى اكسترا سيلولر، يعني الميه بره الخلايا، بره الخلايا اللي ادي الخلايا العصبيه اهي، ادي الخلايا اهي والميه متجمعه هنا اكسترا سيلولر. طب الانترا سيلولر ميه بتاع الخلايا اصلا ليها علاقه بالمبرين ترانسبورت والصوديوم والكلام ده. طب الاكسترا سيلولر ميه جت منين؟ هتيجي منين يعني؟ من بلاد فيست. خلاص الانترا سيلولر ميه الخلايا زادت مع الانجري، غير البرميابيلتي بتاع المبرين بسبب الانجري، صوديوم وبوتاسيوم والكلام ده كنا قلنا. انما الاكسترا سيلولر ميه منين؟ ميه فاسكولار. ايه اللي حصل في الفيسلز؟ ايه اخبار البرميابيلتي؟ قلت ولا زادت؟ زادت البرميابيلتي. طب ايه اللي يزود البرميابيلتي؟ يقوم الفيسل مرشحه ميه. اشهر سبب يزود البرميابيلتي يا دكاتره هو الانفلاميشن، يعني هو واحد عنده التهابات في مخه يحصل له اديم، واحد عنده التهابات في الانجيز بتاعته يحصل له اديم. اشهر حاجه الانفلاميشن، وممكن التيومرز بعض الاورام بتزود البرميابيلتي في الديلوس وتبدا تزود البرميابيلتي. يبقى تاني السيريبرال ديما الميه جت من ايه؟ المخ فيه ميه، والفارينك ما فيها ميه جت من ايه؟ يا انترا سيلولر يا اكسترا سيلولر. والانترا سيلولر سببها سيريبرال انجري، والاكسترا سيلولر سببها فاسكار برميابيلتي. ايه اللي يزود برميابيلتي بتاع بريسنس اوف برين؟ الانفلاميشن. تمام؟ ممكن توصفوا لي مخ مليان ميه؟ اكيد في ايه طب؟ خلاص اللعب هارد ولا سوفت؟ سوفت مخه ميه على بيت خلاص سوفت. ايه اخبار الجيراي والسلكار؟ الجيراي تخينه ولا رفيعه؟ هي ايه الجيراي ولا السلكار؟ الجيراي يا الجبال والسلكار يا الوديان. الجيراي منفوخ والسلكاي مقفول. خلاص طبعا المشكله بتاع السيرفر القديمه انه عارف الكومبريشن والهيرنيشن والكلام ده. طيب ده السيرفر القديم. كلمه هايدروكيفالس يعني اكيوميتد سي اس اف ليفل في الفنتريكلز. بص يا ولاد ركز معايا، ايه اسباب الهايدروكيفالس؟ بيقول لك بيقسموا الهايدروكيفالس لاسباب كلينيكال، ان هم بيشخصوه بالراديولوجي، يحط العيان ده يعمل له اشعه مقطعيه ويشوف الفلو بتاع المخ اكبر. فبيقسموه الى نوعين، يقول لك يا اما انا دلوقتي تخيل كده ان انا عندي حنفيه ميه مفتوحه اللي هي السي اس مصدر السي اس اف اللي هو الكرويد في الكرويد بريسس تنتج سي اس اف، وعندي المواسير اللي بتصحى من الميه وتحط اهو المواسير بتصحى من الميه اللي هي الاراكنويد كرويد واراكنويد، والميه نازله من الحنفيه على الرأسي ده طبيعي كده خلاص، وفي بقى ريسايكلينج تبدا الميه ترجع تاني ده طبيعي. يقول لك تخيل كده ان انا عندي الحنفيه مفتوحه، حنفيه مفتوحه قوي كويس كتير قوي اكتر من اعلى من امكانيات المواسير، يبقى الميه تزيد ولا ما تزيدش؟ تزيد. بس هل حصل توقف في تدفق الميه؟ هل الميه وقفت؟ ما وقفتش بس زاد. تبقى كوميونيكيتنج كوميونيكيتنج هايدروكيفالس. يعني ايه كوميونيكيتنج؟ يعني الميه ماشيه محدش شاف السلك. طب الميه زادت ليه؟ يقول لك عشان الانتاج زياده، انا فاتح الحنفيه على الاخر، يا اما التصريف قليل بس ماشيه برضه.
والتصريف قليل من المشكله في مين؟ في الاركنويد. فالنوع ده بيسموه كوميونيكيتنج هايبرتيكس، زياده الانتاج كورايت فيو، نقص في التصريف اركنويد ليجن. بس مش ديو مشكله وراثيه في الاركنويد، ما بنبصش الميه بس خلاص، ولكن الميه شغاله الدايره شغاله خلاص، دايره شغاله بس الانتاج زياده قوي او التصريف قليل، بس ما فيش حاجه مسدوده، مش حاجه ثابته قوي. ده يسموه كوميونيكيتنج هايبرتيكس. يبقى النوع الثاني نون كوميونيكيتنج. نون كوميونيكيتنج يعني رحت جاي على الوسيله الصادقه خلفي، يعني عملنا ايه؟ اوبستراكشن. اوبستراكشن بايه؟ بتيومر، بكونجينيتال، بانيوريزم، بماس، بسيست، باي حاجه خلاص؟ اوبستراكشن. يبقى كلمه نون كوميونيكيتنج معناها ان في اوبستراكشن، ما بتمشيش خالص. ولكن كوميونيكيتنج هي الميه ماشيه بس انت بتديني ميه زياده او بتاخد ميه قليله. تمام؟ يبقى قول لي تاني اسباب الكوميونيكيتنج. كوميونيكيتنج هايدروكيتنج. يعني الطريق ماشي. يعني الطريق سالم. بس الميه كتير. بتسبب زياده في الايه؟ برودكشن. او نقص في الايه؟ في الابزوربشن. زياده في البرودكشن يبقى مشكله في ايه؟ كورويد. ونقص الابزوربشن مشكله في الاركويد. تمام؟ النوع الثاني اسمه ايه؟ نون كوميونيكيتنج. ونون كوميونيكيتنج يعني حصل خالص ماشي. ده الهايبر. طبعا مشكله الهايبر يقول لك هو امتى الدماغ تكبر؟ شايف ولا غلط؟ ايه؟ يعني قبل ايه؟ قبل ما السوشيالز تقل ساعتها ممكن يحصل اللارجمنت ده. ولكن فيما عدا ذلك طبعا على فكره الدماغ الكبيره دي حلوه. حلوه جدا. حلوه ليه بقى؟ لان الدماغ الكبيره دي ما هو خلي بالك ان الكمبريشن من جوه بس، يعني البندنج من فوق وضغط من جوه على المخ بس، وده عمال بيتجاوب مع الضغط. انما لما الدماغ قفلت ومش هتكبر يبقى ضغط من جوه وضغط من بره، العظم ضابط والهايبرجيكولس ضابط، فيحصل برين نتورك عميق جدا. عشان كده الهايبرجيكولس والكبار اخطر من الاطفال، لان الاطفال ها ايه؟ اه بيتش. لا هو بيصلح طبعا. ما اكيد هم ساحبين الميه وبيلعبوه. بيعرفوا مخه عصب. طيب الموضوع اللي بعده دخلنا عندنا حاجه اسمها اكيوت مينينجايتس. الموضوع اللي بعده اسمه اكيوت مينينجايتس. ها؟ على حسب كميه الميه ما نقدرش نقول ينوك ولا لا. هو بيعمل كومبريشن على البرين. والله كومبريشن بقى في اماكن مهمه ميه كتير قوي على حسب خلاص، من اول اعراض الكمبريشن البسيطه لحد فين على حسب الكميه والمكان. في عندنا دكاتره موضوع اسمه اكيوت مينينجايتس. عندنا موضوع دكاتره مهم قوي اسمه اكيوت مينينجايتس. هذا الموضوع لو وضحت حضراتكم هيجي على شكل مقارنه زي ما هي موجوده قدام. والسؤال الوحيد اللي جه في خلال 10 سنين فاتوا قبل كده في موضوع المينجايتس كان مقارنه ما بين السبتك والفيرال، بس من ناحيه السي اس اف تشينجز، التغيرات اللي بتحصل في السي اس اف في حالات السبتك مينجايتس والفيرال. ده السؤال الوحيد اللي جه قبل كده. ولكن احنا عايزين نعرف عناصر المقارنه كلها. هي كلمه اكيوت يعني ايه؟ يعني بدا بسرعه وهيعمل ايه؟ هو هيخلص بسرعه. هيخلص على ايه؟ يا كتف يا يمين. لو طول يبقى كرونيك. الاكيوت مينينجايتس عندنا نوعين، اشهر نوعين المينينجايتس. النوع الاولاني الاكيوت مينينجايتس اللي فات ده اسمه سبتك، وكلمه سبتك يعني فيها بكتيريا ولا مفيهاش بكتيريا؟ فيها بكتيريا، ولكن البكتيريا سفيرت بايوجينيك ولا نان بايوجينيك؟ بايجين يعني بتعمل فص، يعني ما بين قوسين سابيورنت، يعني العيان عنده سابيورنت مينينجايتس. شفتوها دي؟ شفتوها؟ شفتوها فين؟ شفتوها سلايد دي؟ صح؟ اللي هي كانت الباص بيتجمع فين؟ سب اراجنوي ستيت. والبلاد فيسل بيحصل فيها ايه؟ دايليتد كونجست كويس؟ وبنشوف ايه في البرين نفسه؟ ايدين ومن جوه عندنا باس
ما هي دي acute subarachnoid meningitis. لان النوع الثاني ده كان اسمه aseptic, واشهر سبب للaseptic meningitis هو الفيروس. يعني ممكن فيروس يعمل تاك للتومينجيس, او ممكن كومن جدا على فكره. فالنوع الاولاني بايوجينيك او سابيرتيك سيبتيك, والثاني اسيبتيك فايروس. الاسباب, اشهر بكتيريا بتعمل مينينجايتس, مينينجايتس اللي اكتشفوها بتعمل مينينجايتس اكتشفوها الاول في الكبار, فراحوا مسميينها مينينجيو كوكاري. سموها ايه؟ مينينجيو كوكاري. ولكن في الاطفال لقوا ان اللي بيعمل المينينجايتس هي النيمو, النيمو كوكاري بتاع النيمونيا. ولكن في الانفانتس او النيونيتس, عارف يعني ايه يونيتس؟ يعني حديث الولاده. اشهر بكتيريا بتعمل الكلام ده هي الايكولاي او الستريبتوكوكس البيتا هيموليتك ستريبتوكوكس, وغالبا بيبقى جاي عن طريق الجلد. يعني في النيونيت بيبقى عن طريق الجلد. يقول لك واحد من ايه تحطوه في حضانه, في حضانه تفضل اختاروا في حضانه لاي سبب وعامل مثلا كفاك او حاجه زي كده عايزين يعملوا له مخالي. واثناء تعليق المخالي حصل تلوث, تلوث من الجلد كونتامينيشن كويس, فجايه البكتيريا من الجلد فتحت عن طريق الكاميرا مشيت في الدم عم تطلع السلام وسط المخ. اشهر سبب في الاطفال بكتيريا ايكولاي سبريد, جاي عن طريق السكان مش عن طريق الهليشن. ولكن في الكبار الهليشن وفي الاطفال الهليشن. في الطفل الهليشن مين؟ اساسا كانت مين؟ الكبار انهاليشن مينينجيو, هي مينينجيو اساسا بتاعت المينينجايتس. خلاص؟ الانهاليشن عملها المينينجيو كوكاي والنيمو كوكاي بيجوا عن طريق الانهاليشن, طريق الهواء, وبعد كده يروحوا الدم. انما بتاعت النيونيت بتيجي عن طريق السكن, الايكولاي والبيتا نيونيت بتيجي عن طريق تلوث في الجلد, فرحه الجلد تلوث. فبيقولوا كان ما كانش متعقمه الدور حقنه وبدون تنظيف للجلد وهتدخل معاه انفكشن, فغالبا بتبقى سكريبت وايكولاي. خلاص؟ المهم ان انا بكتيريا بايوجينيك. يعني اشهر سبب في الاطفال قلنا ايه؟ مين البكتيريا في الاطفال؟ النيونيت, النيونيت اساسا حديث الولاده, الايكولاي والبيتا سكريبت. وفي الاطفال النيم, وفي الكبار النيم. ودول كلهم بايجينيك ولا نون بايجينيك؟ يعني بيقدروا يعملوا ايه؟ فحص. يقول لك طب لو اسيبتك فايرال مينينجايتس, على فكره الفيروسات المشهوره كلها ممكن تعمل الكلام ده. في الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه جميع الفيروسات المشهوره, اشهر فيروس الانفلونزا فيروس. الانفلونزا فيروس ممكن يعمل مينينجايتس؟ اه جدا. عادي خالص. شفتوها دي قبل كده؟ ولا شفتوها؟ عارفين ليه؟ لانه سيلف ليمت. يعني سيلف ليمتد يعني ما عندوش اي اعراض اصلا. يعني ممكن يكون حصل لك اثناء دور البرد شويه مينينجايتس, شويه صداع كده وبس, حاسس تخبط دماغك في حته كده ومش طبيعي ومتنرفز ومتعصب وخفيف وزي الفل. الفايرال مينينجايتس كومن جدا وسيلف ليمتد جدا, ما بتديش مضاعفات. انفلونزا فيروس بيعمل فايرال مينينجايتس. سمعت عن مرض اسمه مامبس؟ في مامبس؟ فبرر. سمعت عن ميزلز؟ ميزلز. عارفين اصبر الهربس, عارفين فيروس, كل دول بيعملوا من دلوقتي. فعن كل الفيروسات المشهوره ولا اي حاجه خالص. طيب نيجي للمورفولوجي بقى. المورفولوجي هو الكلام اللي حضراتكم وصفتوه دلوقتي جروسو مايكروسكوبيك, الجار والسلايد الديني, هو ده المورفولوجي. الجار ده ايه؟ بس اللي ايه؟ طب ايه؟ وعندنا نفسه دي ايه؟ دي وعندنا بودي ايمي باس. والسلايد دي ممكن نجمع فين السفير ده انفلاميشن صار اراكنويد سبيس والبلاد بس كان دايت ده اللي كان ظاهر. ولكن بيقول لك في الحالات اللي فيها اسيبتيك فايرال مينينجايتس ما بلاقيش حاجه سيجنيفيكانت, نو سيجنيفيكانت تشينج, يعني حاجات تافهه خالص ما بتبانش قوي, لا باس ولا دايليتد فيسلز ولا برين ديما, ما بيجيبش الكلام ده في الفايرال. عشان كده الاعراض بقى بتظهر, انت ما بتعرفش الاعراض اصلا, لان ما بيجيش اعراض, انا اعرفه منين؟ عرفوه بالصدفه. طيب الحته المهمه اللي جت السؤال قبل كده يا ولاد, ايه السيريبرو سباينال كلاود تشينجز اللي ممكن تحصل؟ طبعا التهاب المنجيز بيأثر على كميه السي اس اف. يعني السي اس اف بيزيد ولا بيقل؟
سي اس اف هيزيد ولا ايه؟ هيزيد طبعا. هلاقي السي اس اف زياده. طب هيزيد ليه؟ لان في التهابات في الكرويد، الجينوجيز كلها ملتهبه والكرويد ملتهب. فانت اي نسيج في الجسم لو ملتهب يجيب ميه، يتنفخ ويبقى فيه اديم، ما بالك بمصدر الميه بتاع المخ اصلا. فتلاقي فيه ميه كتير جدا. يبقى السي اس اف بيزيد، يبقى الاماونت زياده وبالتالي البريشر زياده، ده كان بيخلي عندي صدع وعنده شويه اعراض. طيب اثنين، ايه اخبار البروتين؟ محتوى البروتين في السي اس اف يزيد ولا يقل؟ هيزيد. طب هيزيد ليه؟ لان في بكتيريا وفي خلايا بتموت وخلايا بتتكسر وبص والكلام ده كله، في بروتين، كل دي محتوى البروتينين الخلايا، يبقى البروتين زياده. البروتين في الخلايا الفايرال هيبقى نور، ما عنديش صديق وما عنديش خلايا بتموت كتير، فالكلام فاضي. او مايلد، مايلد انكريز بروتين، مايلد بروتين، حاجه تافهه جدا. ايه نوع الخلايا اللي هشوفها في السي اس اف؟ هشوف سيلز زياده او سيلز اللي تزيد برضه. نوعها ايه سيلز؟ ليمفوسايت ولا ماكروفيج؟ ليمفوفيج وباس سيلز، وهشوف بكتيريا وهشوف بكتيريا في السي اس اف. بس بيقول لك حالات الفايرال ابدا مستحيل، لا يمكن تشوف ليمفوفيج ولا باس سيلز خالص. مين الخلايا اللي بتيجي للفيروسات؟ ها؟ ليمفوسايت. يبقى هنا هنشوف ليمفوسايت. تمام؟ ده مهم جدا الكلام. انتوا تعرفوا يا اولاد ان السي اس اف فيه جلوكوز، تعرفوا المعلومه دي؟ السي اس اف فيه جلوكوز، مهم جدا. الجلوكوز بيزيد ولا بيقل في حالات السيبتيك مينجرز؟ الجلوكوز بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. يبقى كل حاجه بتزيد والجلوكوز بيقل. طب الجلوكوز يقل ليه؟ بكتيريا بتاكل، البكتيريا قاعده تعمل ايه؟ قاعده تاكل وتشرب وتقرفني، هتعمل ايه؟ فالجلوكوز بيقل. ولكن انا عمرك سمعت عن فيروس بياكل جلوكوز؟ في فيروس بياكل جلوكوز؟ فيروس انتر سيكريت اصلا ما بيتغذاش ولا اي حاجه. ولذلك الجلوكوز هنا بيبقى نورمال. يبقى ده الفرق بينهم في سيسي. خلاص؟ نقول تاني، كميه السي اس اف في الحالتين بيزيد. خلاص؟ والبروتين بيزيد فين؟ اكتر في السافيرت. طب والخلايا نوعها ايه في السافيرت؟ نيتروفيل وفص وفي المايكرو نيرفوسان. ايه اخبار الجلوكوز هناك؟ هي ايه؟ وفي الفايرال نور. ده السؤال اللي فيه. بالظبط. تعالوا بقى كومبليكيشنز. مين اللي كومبليكيتد؟ السابيرتيف ولا الفايرال؟ السابيرتيف. الفايرال مفيش كومبليكيشن ولا في اعراض ولا في اي حاجه، سيلف ليمت ولا في نقطه. ولكن السابيرتيف خطيره جدا. خطيره ليه بقى؟ لان عندك فص وبكتيريا ويحصل سبريد. يبقى اول كومبليكيشن سبريد. سبريد مين؟ انا عندي ثلاث المنجيز، اول ما بفكر اروح لمين؟ اروح للبريد. التهاب المخ اسمه ايه؟ انكيفالايتس وخراج المخ اسمه ايه؟ برين ابسس. يعني اول انتشار كده بسم الله برين ابسس. خلاص الاول خطير جدا. يبقى اذا الدايركت سبريد هيعمل انكيفالايتس ويعمل برين ابسس. طيب لو انتشر في الدم، سمعت عن الفايبيا؟ سمعت عن السبتسيليا؟ بيقول لك سبتسيليا وفايبيا عنيفه جدا مع تاثير على المخ. طبعا العيان الجسم في حاله ستريس، مين الغده المسؤوله عن هرمون الستريس؟ الادرينال جلاند اللي بتبروليفريت عشان تنتج الكورتيزون. وانت بتضربها عشان العيان عنده سبتسيليا بتضرب التوكسين والبكتيريا، فايوه يحصل ادرينال نيكروزز. يحصل ادرينال ايه؟ نيكروزز. ده لوحده ممكن يعمل، لان مفيش بني ادم هيعيش من غير ادرينال جلاند. اللي اكتشف الادرينال نيكروز اثنين علماء. الاولاني كان اسمه بيتا الماين. كان اسمه ايه؟ بيتا الماين. فاتر هاوس. كان اسمه فاتر هاوس. والثاني كان اسمه فريدريكسون. فسموها فاتر هاوس فريدريكسون سندروم. اوعى تكون هتشتغل فاتر هاوس. فاتر هاوس فريدريكسون سندروم. هو ايه فاتر هاوس فريدريكسون؟ هو ايه يعني فرع ايه؟ الهندروس الهندروس في حالات المنجايتس. يقول لك ليه العيان اللي عنده منجايتس بيموت باسباب اخرى غير المنجايتس؟ يقول عشان عنده سوبر هنا نيكروز. خلاص؟ اللي هتعمل له ادرين كورتيكال انسفشنس. مفيش كورتيزون في الجسم كده يموت. تعمل كولابس، سيركاد كولابس، الضغط بيقع خالص. فالعيان ده اسمه فاتر هاوس فريدريكسون سيندروم.
يبقى احنا قلنا عندنا دي مشكله كبيره. قلنا رقم واحد سبريت دايركت على البرين وعلى سيبتسيميا وايه وقايين بيعمل فات هاوس بريدرز. تمام. المينينجيز لو حصل ليه انها تي باي مينينجيز بتبقى ايه؟ لا مش جلايوس المخ اللي جلايوس المينينجيز فايبروز عادي خالص فايبروز المينينجيز فايبروز. ايه مشكله الفايبروز في المينينجيز؟ طب ما ممكن الفايبروز ده يحصل جوه الفنتركلز داخليا يعني ما المينينجيز بتفتح فلو قفل الفنتركلز عايز يقول بس ها ولك وممكن الفايبروسيس يقفل الكرانيال نيرف اوبننجز في فتحات اللي بيصير بينها كرانيال نيرف وممكن يقوم الفايبروس داخلها فيعمل كرانيال نيرف باراليسيس. يبقى اذا العيان ده ممكن الفايبروس يزيد فرقين اه تلاقي الانجيز وحش ممكن يقفل الفنتركلز يعمل هايبرتكلز او يخنق الكرانيال نيرف فيعمل كرانيال نيرف باراليسيس. ده مشكله السبتك مانجمنت. تمام. يبقى لو سمحت قول لي كده السي اس اف تشينج ستيت مين اللي عنده النيوتروفيل او البكتيريا؟ السيل. مين اللي عنده الليمفوسايتس اكتر؟ الفايرو. مين اللي عنده جلوكوز قليل؟ السيل. ولكن الجلوكوز في حالات الفايرال ده يبقى نور. في عندنا حاجه اسمها كرونيك انتلز وقت خدمتك انت. احكيو. الكرونيك هي اشهر امراض كرونيك بتعمل منجايتس اللي هم تي في والسيرفس. اللي هم تي في وايه يا ولاد؟ والسيرفس. هنخلص دول واديكم بريك فقط. التي في دكاتره التي في مينجايتس كلمتين يعني كلام فاضي. التي في مينجايتس اولا العيان اللي عنده تي في المينجيز هو ما فيش حاجه اسمها تي في المينجيز وبس. حاجه اسمها كده. يعني البكتيريا مش هتقول لك والله انا رايح على المينجيز وسبتك البرين. لا. العيان اللي عنده تيوبر كلوما. تيوبر كلوما. يفهم في المينجيز ولا في البرين؟ في البرين؟ يبقى اذا العيان اللي عنده تي في مينجايتس اساسا عنده تيوبركلوز. مشكله اكبر من الجزء ادي واحد. اثنين السي اس اف هيتغير لما يحصل التهابات في المينجيز بسبب البكتيريا هيحصل سي اس اف تشينج. ودايما السي اس اف لما بيتغير دايما الكميه بتزيد ولا بتقل؟ السي اس اف دايما لما بيحصل مينجايتس ايزي يبقى الامعاء بتزيد. ادي واحد. اثنين البروتين عايز الى حد ما مش قوي بقى. الجلوكوز لا البكتيريا دي ما بتاكلش جلوكوز اللي هو الجلوكوز كان بيقل في حالات ايه بس؟ السبت. الخلايا اللي هتزيد مين؟ هل ال تي بي بيشد اليوتروفين؟ بيشد الليمفوسايت؟ يشد ماكروفاج فبلاقي مونوسايتس او مونو نيوكليار سيلز. خلاص يعني بلاقي ماكروفاج وليمفوسايتس والخلايا اللي هي الايه؟ بتاع الكرونيك انفلامشن مونو نيوكليار سيلز واشهر حاجه مونوسايتس. طيب ده بالنسبه للانجلس. يبقى قولوا لي تاني سي اس اف بيحصل فيه ايه في حالات التي في انجلس؟ الكميه بتزيد والبروتين بيزيد شويه والخلايا مونونيوكليار سيلز والجلوكوز نورمال. نيجي للسيرفس. طبعا السيرفس زي ما حضراتكم عارفين مرحله واحده ولا مرحلتين؟ تلات. التلاته اسمها ايه؟ تيرشن. بيقول لك السيرفس عمره ما يضرب المينجيز الا في المرحله التالته اللي هي بتضرب الجسم كله اللي هي بتعمل في الجسم حركه اسمها جاما. فاكرين جاما اللي كانت بتحصل في الليبر؟ فبيقول لك العيان ده بيحصل عنده جمر. جمر يعني منطقه ميته متلايته اوف بلاد فيسلز اللي موجوده في المينجيز. يبقى البلاد فيسلز اللي موجوده في المخ بتقفل لان فيها جمر والجمر ده فايبروز وريكروزز. طيب يبقى جمر فاسكولار جمر فنقفل البلاد فيسل. طب لو قفلت البلاد فيسل هيحصل ايه في المخ؟ سكيمي. شكرا. من بدايه سكيمي في المخ خطير السيرفس جدا. خلاص يبقى المشكله المينجو فاسكولار انه بيقفل البسل عن طريق الجم بيحصل تلفات شديده جدا في البسل ويقفلها وبالتالي يحصل سيربر اسكيم. حاجه واحده. اثنين انه ممكن يقفل الاوعيه الدمويه بتاع السباينال كورد مش بس المخ. واكثر مناطق بتتاثر في السباينال كورد البوستيريور كورد
فالعاده بيحكم في قصه اسمها تي لان اصلا عرضه قليله اقل من انتيريور لانه سنسوري اكتر فيخش في قصه اسمها تيبس دورسالس وكلمه تيبس يعني سيبس ولا تيبي تيبس سيبس ولا تيبي سمعت عن تيبس قبل كده تيبس ايه تيبس مزرق يعني ايه تيبس مزرق اللي هو كان سبيل رديد في الليف الناس هتيبس ايه دورسالس تيبس مزرق ده كان تيبي وتيبس دورسالس ده سيبس هلا هو تيبس دي معناها كيور سيبس الدولة تيبس معناها سيبير ابس تيبس معناها سيبير ابس كلمة معناها سيبير معناها مرض شديد مرض شديد في البوستير كور خلاص يبقى العيان بيدخل في تيبس دورسالس او ممكن احنا قلنا قبل اول حاجه في السيرفيس ايه؟ اول حاجه اول حاجه في السيرفيس البيبي ده بيعمل ده ممكن بس ده او اصعب نيجي بس بيعمل ايه في البريد؟ يعمل سكيم يقول لك طب ما هو نتيجه السكيم ديت ان العيان ده هيحصل له ايه بقى؟ جنرال باراليسيس صح؟ باراليسيس الجسم كله الموتور سيجنال ضرب سكيم ويجنن يعني يبقى مشلول ومجنون بيسموها جي بي ار جنراليز باراليسيس اوفنس شال المجنون خلاص وبيقول لك انت السيت بيعمل ايه ثلاث حاجات ما تحصلش دي ثلاث كلمات اول حاجه نيجي ماسك السيرفس جام تعمل سكيب اثنين تيجي زوزالس ثلاثه جنراليز باراليسيس اوفنس يلا خد بريك وبعد كده في عندي شوية مواضيع صغيرة كده ملهاش أهمية قوي وفيه شوية حاجات مهمة فأنا عايز برضه عارفين إيه المهم وإيه مش مهم. نعم الايه علي فوقي حاضر هنبدا الاول بحاجه اسمها برين ابسس طبعا حضراتكم عارفين البرين ابسس كويس وطبعا طالما بنتكلم في برين ابسس يبقى نوع البكتيريا اللي عملت ابسس في البرين ايه ايوجينيك هنتكلم في موضوع اسمه برين ابسس اللي هو سابيرات انفلاميشن اوف برين يعني بكتيريا ايوجينيك السؤال وصلت البكتيريا للمخ منين والله في عدة احتمالات في احتمالات خطيرة جدا وغير متوقعة حاجة كده ما تخطرش على بالك خالص زي ايه مثلا سمعت يا دكاترة عن مرض اسمه سابيوريتي بوتايتس ميديا سابيوريتي بوتايتس ميديا التهاب الأذن الوسطى ده ممكن يعمل في الحالات العنيفة أوستيومايلايتس يقوم جاي خارم ودخل على المخ فبيقول لك العيان اللي عنده سابيوريتي بوتايتس ميديا المنطقة الأفكتد في البرين هتبقى فرونتال ولا تمبرال تمبرال فيبقى احنا عندي المواقع بتاعت البرين ابسس مهمة لو العيان جاي مشكلة بالهوتايتس ميديا صبيب من ودانه هيبقى تاني سمعت بقى دكاترة عن السابيوريتيك ساينوسايتس التهابات الجيوب الانفية هي ممكن برضو تعمل خراج في المخ ده بجد ولا خيال علمي؟ لا خيال علمي والناس كلها عندها ساينوسايتس لا الكلام فاضي يعني مش نادرا قوي قوي بس حاجة زي كده فممكن يحصل في حالات السينوسايتس طيب وكده البرين اكسس هيبقى فين؟ تمبرال ولا اوكسيبيتال؟ هيبقى فرونت يقول لك طب لو العيان جاي له البكتيريا عن طريق الدم يعني مثلا احنا بنتكلم في حاله فايمي انت قلت بكتيريا من هنا ده دايركت ده دايركت طب لو بكتيريا عن طريق الدم في حالات الفايميا هيبقى الابسس فين؟ اي مكان سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل يقول لك لو جه عن طريق الكويميا هيبقى مالتيبل ابسسز ان مالتيبل سايتس ده بالنسبه لمواقع البرين ابسس فيما عدا سائل الكلام فارغ لان حضراتكم عارفين ان الابسس في البرين يا اكيوت يا كرونيك ايه الفرق ما بينهم؟ ان الاكيوت ابسس الكابيتي اللايننج او الوول بتاع الكابيتي بيبقى سموث ولا الريجولر؟ الريجولر نكروتيك ولكن هناك بيبقى سموث في الكرونيك بيبقى سموث بسبب الجلايوزيس خلاص وطبعا كنتين الباس وعارفين مكوناتها بس
ايه مشكله البرين ابسس، ايه مضاعفات البرين ابسس، انه بيعمل كومبريشن، انه بيعمل سبريد، انه ممكن يعمل هرنيشن للبرين، يزود الضغط جوه المخ، انتراكرانيال تنشن بيعلى، زي مضاعفات اي تيومر. الابسس زي التيومر وزود عليه سبريد. ده موضوع البرين ابسس اللي هو كلام فارغ. طيب نيجي شويه مواضيع يا اولاد، عناوين صغيره لو جات لك تيجي لك في الام سي كيو. لو جت لا يمكن تيجي الا ام سي كيو، وهي عمرها ما جت اصلا، ولكن اذا جت هتجي لك ام سي كيو. اللي هي شويه انفكشنز اساسا المواضيع مايكرو بيولوجي. طبعا حضراتكم درستوا مايكرو بيولوجي وعارفين الريبس. سمعتوا عن الريبس؟ الريبس ده بكتيريا ولا فنجس؟ فايروس. كيف ينتقل الريبس للانسان؟ عن طريق الانهاليشن ولا الانفكشن؟ عن طريق ايه؟ عن طريق العض. عض مين اللي عضه؟ انيمال. غالبا ايه في مصر اللي بيعض وبيجيب ريبس؟ الكلاب. طب امال الكلب جاله ريبس منين؟ مين اللي عضه؟ جاله من الانفايرمنت. خلاص؟ ولكن بينتقل للانسان عن طريق العض. فده بيسموه ريبس اللي هو مرض السعار. طيب الريبس زي ما حضراتكم عارفين يقول لك لما بيحصل عض عن طريق ريبد انيمال، كلب مسعور او غيره، بيقوم الفيروس يدخل عن طريق السلايفا يمشي في الدم وينتقل للاعصاب ويعيش الفيروس جوه النيرف. فلما يعيش الفيروس جوه النيرف بيعمل انكلوجنز. احنا يهمنا في بتوع الباثولوجي يهمهم الاشكال عشان التشخيص، ده الباثولوجي. فبيقول لك بيعمل جوه النيرف انكلوجنز. وعشان احنا لما بنشوف الكلاب بنعمل ايه؟ بنجري. فراحوا مسمينها نجري بادس. سموها ايه؟ نجري بادس. يبقى ايه هي النجري بادس؟ انكلوجنز مع الفيروس اللي اسمه ايه؟ ريبس. بس مش عايزك تعرف من نجري بادس عشان ابان لك في الام سي كيو. دي العلامه التشخيصيه للايه؟ للريبس. طيب المرض اللي طبعا اللي انتوا عارفين الريبس بيعمل في بيبوظ الاعصاب، فالعيان بيحصل له ايه بقى؟ باراليسيس بقى، وعارفين قصه تيكروفوبيا ويكره الميه وممكن يموت. القصص دي مش قصه في دي خالص. اللي ايه؟ في عندنا دكاتره ديزيز مشهور قوي اسمه بوليو مايلايتس. بوليو مايلايتس، عارفين بوليو مايلايتس اللي هو ايه؟ اللي هو شلل الاطفال. والبوليو مايلايتس ده بكتيريا ولا بارازايت؟ ده فيروس برضه. ولكن هذا الفيروس بينفكت مين بقى؟ بيعمل انفكشن لمين؟ للبوستيريور ولا الانتيريور بون سنتر؟ ها؟ يعني هو موتور ولا سنسوري؟ العيان اللي عنده شلل. موتور ولا سنسوري؟ مو، يبقى بوستيريور ولا انتيريور بون سنتر؟ انتيريور. بيقول لك الفيروس بيعمل انفكشن للانتيريور بون سنتر. فلما يعمل انفكشن للانتيريور بون سنتر ويحصل لها ديجنريشن ولاقي فيها فيرال انكلوجنز، الوظيفه بتاعتها تبدا تقل. فبيقول لك الاعصاب الموتور، يعني اللي عنده موتور ديفكت، وبالتالي بيحصل ايه في العضله اللي مش واصل لها اشارات عصبيه مع الوقت؟ بيحصل فيها باراليسيز وقتل. خلاص ده مرض البوليو مايلايتس. يبقى انا عايز افهم البوليو عندنا كلنا؟ سهل قصدك سهل المنتشر يعني؟ اه سهل من الاول عادي. ممكن يجي عن طريق الجي اي تي اللي هو مفيش حد ما ياخدش الفاكسين ده الحبس. دمه تتحبس وابوه يتحبس. ده 40% مفيش مثل. لكن ده في القانون، ده تطعيمات اجباريه. ويلفوا على البيوت والعيال في المدارس وغصب عنهم ويطعموا ونقط سليم الصبح. لا ده اجباري مش كمان. ان شاء الله الاطفال ده لازم. خلاص ده كل الناس خدته طبعا. طيب هو البولي مالاس. يبقى انا عايزك تعرف في الريبس كلمه اللي هي ايه؟ ايه الكلمه التشخيصيه في الريبس؟ نيجري بادس. والحاجه المميزه في البوليو انه بيجي لمين؟ دي جينيشن روس. فين؟ في الانتير هونسيت. خلاص؟ طيب الفانجل انكفلايتس، يقول لك هل ممكن الفانجس يعمل انفلاميشن في المخ؟ اشهر فانجس مين؟ كانديدا. كانديدا. وممكن حاجه زي الاسبراجيلس في العين عندهم ايدز مثلا، بس هو اشهر حاجه كانت. ايا كان نوع الفانجس، سمعتوا عن حاجه اسمها سابيوراتيف جرانيلوم؟ فانجل جرانيلوم؟ ما هو الفانجس بيعمل ايه؟ سابيوراتيف جرانيلوم.
يبقى العلامه الدايجنوستيك للفنج اعرف منين الانكفالايتس دي فانجل. قول لي والله خدنا الشريحه دي قبل كده اصلا، ما فانجل جرانيولو اللي هي الاقي كولونيز من الفنجس وحواليها سبيوريتي انفلاميشن. يبقى اذا الفنجس بيعمل في المخ او في اي حته على فكره دايما يعمل الكلام ده سبيوريتي جرانيولو. طيب الانفكشن اللي بعده اسمه اتش اي في. مين الاتش اي في ده؟ الايدز هيومن اميون ديفيشنسي. يقول لك ايه تاثير الايدز على البرين؟ بص بقى معايا. اولا الايدز انتوا عارفين مشكله مريض الايدز اخبار المناعه ايه؟ مفيش مناعه اصلا، ولذلك المريض ده معرض لانفكشنز انتهازيه، يعني كائنات دقيقه ضعيفه تافهه جدا ما بتعملش حاجه في الناس الطبيعيه تيجي في العند تبهدله. بيسموها ايه الانفكشنز الانتهازيه دي؟ اوبورتونستك انفكشنز. يبقى اذا الايدز بيؤدي الى اوبورتونستك انفكشنز في السينس، ولذلك ممكن عيان الايدز يجيله مننجايتس. اي كائن من الكائنات اللي احنا قلناها دي ممكن يعمله مننجايتس، ممكن يبقى فانجس او بارازاي او اي حاجه. خلاص يبقى اول تاثير للايدز تاثير غير مباشر، ان انا بضرب المناعه ففي حد بيدخل اوبورتونستك انفكشن ومننجايتس. التاثير المباشر ان الايدز بيعمل ديمنشيا. عارف ايه ديمنشيا؟ يبقى تخلف عقلي، يبقى عنده بينسى وتخلف عقلي والكلام ده. تمام. النقطه الثالثه ان الايدز بيعمل تيومرز. الايدز بيعمل تيومرز بسبب الفيرال انفكشنز العنيفه، فممكن يعمل. يبقى تاثير الايدز على المخ ثلاث حاجات. رقم واحد ايه؟ ايدز ديمنش. اثنين مننجايتس بسبب الاوبورتونستك انفكشن، واخطر حاجه ان ممكن الايدز يعمل تيومرز زي الليمفوما مثلا وزي الكابوس ساركوما، بيعمل سرطانات في الجسم وفي المخ. طيب في مجموعه امراض يا اولاد دي مايلينيتنج ديزيز بتبقى عليها شفوي، دي مايلينيتنج اند ديجنريتيف ديزيز. ركز بقى كده معايا، للشفوي فقط لا غير. يعني ايه امراض دي مايلينيتنج؟ والله جواب بقى من عنوان. يعني ايه دي مايلينيتنج؟ يعني ايه اللي اتكسر في العصب؟ المايلين شي. يقول لك ان العصب يا اما احنا كسرنا شويه سيلز اللي بتخزن الاعصاب. شوال سيلز على فكره مسؤوله عن الكوندكشن برضه، هي النقل العصبي. شوال سيلز دي لسه موجوده، ليها دور مهم في نقل الاشاره. فانا عندي يا اما شوال سيلز اتدمرت يا اما المايلين شيف نفسه اتكسر. طيب ايه الاسباب؟ اول مرض عند حضراتكم اسمه مالتيبل سكليروزز. اسمه ايه؟ مالتيبل سكليروزز. اولا المرض ليس له الاسم ليس له علاقه بالمرض خالص، والترجمه العربي ليس لها علاقه بالكلمه الانجليزي خالص. بيسموه بالعربي التصلب اللوحي. التصلب اللوحي. واسمه العلمي طبيا مالتيبل سكليروزز. وعلميا هو لا مالتيبل ولا في سكليروز اصلا. هو ملوش اي علاقه بالعنوان. ايه بقى قصه المالتيبل سكليروزز؟ المالتيبل سكليروزز ده يا ولاد القصه كالاتي، ركز معايا كده. فيميل. القصه بدات في مين؟ فيميل. وسنها من 20 ل 40 سنة. الفئة العمرية ديت والسكس ده يقول لك إن إحنا المنطقة دي كده متعرضة لأمراض إيه غالبًا؟ أوتو إميون. يبقى المرض بدأ بأوتو إميون. وبدأت الأنتي بوديز أوتو إميون تضرب بتأتاك مين؟ المايلين شيث والشوان سيلز. فيبدأ يحصل تكسير في الإيه؟ في الشوان سيلز. إمكانيات العصب على الكوندكشن بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. فتفقد الاعصاب وظيفتها. فيقول لك ان الفيميل دي تيجي فجاه كده واحده عندها من 20 ل 40 سنه تبدا تلاحظ اعراض عصبيه. نيورولوجيكال سيمتوم. اعراض عصبيه مش انها تبقى عصبيه، لا. اعراض عصبيه تلاقي مثلا تنميل بدون سبب. تلاقي مثلا مشاكل موتور بدون سبب. تلاقي مشاكل فيجوال بدون سبب. نيورولوجيكال سيمتومز. ولكن بتيجي على شكل اتاكس. يعني يجي لها فتره كده عندها مشاكل عصبيه. عضلاتها فجأة تعبت، مفيش إشارة عصبية للعضلة، مش قادرة تتحرك، الإحساس فيه مشاكل، تنميل بدون سبب، مشاكل في العين في النظر، مشاكل عصبية بدون سبب واضح، وتيجي أتاكس وتخف، وتيجي أتاكس تاني وتخف. هو ده المالتيبل سكليروزز اللي هو أوتو إميون. المرض ده في بعض الحالات المتقدمة أنا بخاف من إيه؟ أنا مش خايف من النامبنس ولا خايف من الويكنس ولا خايف من الفيجوال ديستربنس. انا خايف ان الموضوع يضرب المسلز ريسبيرات ويعمل ريسبيراتوري فيلير. يبقى هل المالتيبل سكليروز ممكن يموت؟ اه ممكن.
قليل قوي بس ممكن يموت امتى لو عمل استراحات ريتم. قولوا لي تاني يا ولاد تعرفوا ايه المالتي سكلوز بسرعه يعني. يعني لو سالك الشاب وقال لك يا ابني تعرف ايه المالتي سكلوز تقول له ايه؟ قول له والله يا دكتور ده هي واحده في 100 بنت حلال سنها كام؟ من 20 ل 40 سنه وربنا ابتلاها بمرض ايه؟ اوتو اميون. بيأتاك مين الاوتو اميون؟ المصل؟ ها؟ النرجي؟ كويس؟ والكلينيكال سيمتومز دي على شكل ايه؟ اتاكس اوف نيورولوجيكال سيمتومز. تمام؟ طيب ده يا ولاد اللي بص بقى معايا بيقول لك طب احنا نعرف المرض ده ازاي او جميع الامراض الدي مايلينيتنج ديزيز. يقول لك علشان يشخصوه بتوع الباثولوجي بيهتموا بالاشكال. طيب هم احنا جايين في المنطقه مثلا اللي احنا شاكين يقول لك مثلا عندها تنميل في الحته دي. خلاص؟ عندها تنميل في الحته دي. فبيقول لك في بعض الحالات لو احنا مثلا جينا سببنا العصب بسيلفر. سببناه بيه يا ولاد؟ سيلفر. السيلفر بيصبغ النيرف فايبر. هل الفيميل دي عندها دامج في النيرف فايبر؟ لا. يبقى السيلفر هيبين لي العصب. اقوم جاي سابق عليه سابق اسمها مايلين. اصبغ سابق اسمها ايه؟ مايلين. عشان تصبغ ايه؟ المايلين شيف. فتيجي تصبغ بالمايلين شيف تلاقي مناطق فيها مايلين شيف مايلين بوزيتيف والمناطق المريضه بتبقى مايلين ايه؟ ايه اللي بيطلع بوزيتيف وايه اللي بيطلع نيجاتيف في المالتيبل سكليروزز؟ مين البوزيتيف والنيجاتيف؟ السيلفر يطلع ايه؟ بوزيتيف لانه بيصبغ ايه؟ النيرف فايبر. ولكن المايلين بيطلع نيجاتيف لانه بيصبغ ايه؟ المايلين الايه؟ بص يعني بياخد لون الاقي ان الفايبر واخد لون اسود كده خلاص اتصرف خلاص. والاقي ان المايلين مش المنطقه دي ما فيهاش مايلين، المايلين دي لون احمر حواليه وهو ما فيهوش. تمام؟ طيب ده المالتيبل سكليروز. سمعتوا طبعا يا اولاد عن مرض اسمه الزهايمر؟ عارفين الزهايمر؟ الزهايمر اللي هو بيجي في سن كام؟ بيجي في سن كبير اللي هو اكبر من 50 سنه. ايه هو الالزهايمر؟ هو البروجريسيف ديمنشيا ان اولد ايج. البروجريسيف ديمنشيا ان اولد ايج يقول لك كل ما نكبر نبدا نفقد الذاكره وادراكنا يبدا يقل والنشاط الذهني. الكلمه ديمنشيا بصفه عامه يعني البرين فانكشن، مش معناها انه مجنون يعني، لا. ديمنشا برين فانكشن، ابدا برين فانكشن يقل وظيفيا مع الوقت. الميموري تبقى قصيره، العيان ده يبدا ينسى كتير، الكلام ده كله. الالزهايمر يا اولاد اللي هو له سبب ولا ملوش سبب؟ ملوش سبب. ولكن قالوا يمكن يبقى في علاقه وراثيه ما بين الافراد اللي عندهم الزهايمر، يعني ممكن يبقى في حاجه كده انهيرتد يمكن. انما بتوع الباثولوجي يبقوا الاشكال بره. يقول لك احنا هنلاقي ايه في العيان اللي عنده الزهايمر؟ يقول لك بدايه هلاقي برين اخر. هلاقي البرين ايه؟ اتروفي. والبرين اتروفي معناها سلكاري ولا جايراي؟ مين اللي بيقل؟ سلكاري ولا جايراي؟ يعني مين اللي هيوسع ومين اللي هيقل؟ مين اللي يزيد ومين اللي يقل؟ سالكس ولا جايرس؟ الجايراي تقل والسالكاي توسع. يعني البرين حفر، عامل ايه بالحفر؟ الحفر دي بتفتكر حاجه؟ انا مخي نفسه مش موجود. يبقى بيحصل برين اتروفي. بلاقي ان الجايراي بقت ريديوس ان سايز والسالكاي بقت وايد. طيب ولما ياخدوا عينات من المخ في بعض العينين بيقول لك ان عند بعض الناس لسبب غير معروف لو عندهم ابنورمال امايلويد. لو ايه يا دكاتره؟ ابنورمال امايلويد. بروتين غريب اصلا المخ منه مش بينتج. البروتين ده جه منين؟ لحد النهارده انون، ما نعرفش العيانين دول بيجي لهم بروتين ده منين. قال لك يمكن حاجه وراثيه ويبدا البروتين ده يزيد بسبب ادمان من اي مكان ويترسخ في المخ. amyloidosis في البرين يؤثر على وظائف النيرف سيلز. ولو ان النيرف سيلز نفسها اللي هي فيها اتروفي بدانا نلاقي فيها ابنورمال فيلمنتس.
abnormal filaments قالوا يمكن تكون abnormal proteins متكثفه، ده دليل الشيخوخه بتاعه الخلايا. بلاقي abnormal filaments او granules جوه السيلز. خلاص؟ بيجي للصغيرين؟ مستحيل ايه؟ مين اللي قال كده؟ انتوا بيجي لكم الزهر. طب قولوا لي كده انا قلت ايه في الزهر؟ لا لا دي فايحه بس هو بيزيد مع السن. طب هي بداياته بتبقى ازاي؟ بداياته ان هو يبدا ينسى. عادي يعني. ما انسى. اكلته ايه امبارح؟ الزهر وظائف المخ مع الوقت بتقل مع حاجة عادية يعني. هو في ناس ما بتعتبروش مرض يقول لك طب ما العادي يعني ان احنا كل ما نكبر ما وظائف الجسم كلها بتقل يعني. والعضلات بتضعف والقلب بيضعف وكل الجسم بيقل يعني كل حاجة بتبوظ يعني مش بس البرين. ممكن يسبب العين هو يموت ده لو حصل بقى خلل في مشاكل الفايتال. هو البرين ده حاجة كبيرة قوي، في حاجات ميموري، في حاجات فانكشنال، في حاجات موتور، هو أثر فيه. خلاص؟ قلنا إيه في الألزايمر؟ قلنا إن هو صادن ولا بروجريسيف؟ بيظهر فجأة جراديو. النهارده حاسس إن أنا أقرأ ما أفتكرش، بكرة آكل ما أفتكرش، بعديه مش فاكر أي حاجة، ما هو ده. خلاص؟ ألزايمر هو بروجريسيف، ديمنشيا أوف أولد إيج، اللي هو في الغالب يبقى بعد سن كام؟ 50 years. ايه اللي بيحصل بالمورفولوجي بقى يهمنا بتاع الباثولوجي مورفولوجي. قول لي بقى البرين هيبقى فيه ايه؟ اتروفي في الجايرات، وايدنينج في السلكات، وتحت الميكروسكوب ايه اللي اترسب في البرين؟ امايلويد، والخلايا نفسها فيها ابنورمال فيلامنتس. خلاص؟ سمعت اولاد عن الباركنسون؟ باركنسونيزم؟ الباركنسون ده ايه، بيفقد الذاكره ولا بيفقد ايه؟ توازن. ما عندوش بالانس، عنده ديسكاينيجي. يعني تلاقي العيان ده عنده يقول لك دايما اللي هي بنسميها بروجريسيف تريمورز اوف اولد ايج. لكن الزهايمر كان بروجريسيف ايه؟ ديمنشيا. خلاص يبقى ده بروجريسيف تريمورز اوف اولد ايج. طبعا ما يهمنيش اعراض الباركنسون ولا بيعمل ايه ولا عمل ايه ولا القصص دي خالص، احنا يهمنا في الباركنسون الشكل برضه. يقول لك بتوع الباثولوجي هيشوفوا ايه في الباركنسون وبرضه مش عارفين السبب. يقول لك يمكن يكون نيورو ترانسميترز او حاجه اتخزنت في المخ. بتعمل جرانيول بيسموها ليوي جرانيول. بيسموها ايه؟ ليوي، هي تحتها خطين. انكلوجن انترا سيتوبلازميك انكلوجنز اللي هي ليوي جرانيول، وقالوا ان هو ممكن فيه وراثه برضه. كل ده كلام فارغ يعني. البريفرال نيوروباثي. سمعت عن البريفرال نيوروباثي؟ كلمة بريفرال نيوروباثي معناها ايه؟ بريفرال. يبقى انا بتكلم على انهو نيرفز؟ بريفرال نيرفز. ماليش علاقة بمين؟ بالبرين، الالزايمر، برين، باركنسون، كل ده. انما هنا بتكلم على البريفرال نيرفز. فبيقول لك البريفرال نيرفز بيحصل لها دي مايلينيشن. البريفرال نيرف بيحصل لها ايه؟ دي مايلينيشن. كلمه بريفرال نيوروباثي يعني دي مايلينيشن اوف بريفرال نيرفز. طب لو حصل دي مايلينيشن للبريفرال نيرف ممكن نفقد الاحساس، ممكن يحصل نمبنس، اعراض نيورولوجيكال، تنميل، ممكن لو لا قدر الله البريفرال نيرف ده موتور يحصل باراليسز، يحصل ويكنس للمسل، على حسب النيرف ايه وظيفته ايه. من اشهر اشهر مرض في العالم بيعمل بريفرال نيوروباثي في العالم كله الدايبيتس. يبقى لو سالت سؤال في الام سي كيو ايه الموست كومن؟ دايبيتس ميليتس. بس خدوا بالكم ان الدايبيتك نيوروباثي بيبقى سنجل نيرف، يقول لك والله انا عندي مشكله في عصب واحد، ولا يبقى بولي نيوروباثي؟ بولي نيوروباثي. وفي الغالب عيانين الدايبيتس تبقى مشاكل موتور ولا سنسوري. ممكن ده وممكن ده. يعني الدايبيتس ممكن يعمل موتور او سنسوري، بس موست كومنلي سنسوري. يبقى اذا الدايبيتس بولي نيوروباثي اند سنسوري مور ذان موتور. خلاص؟ ده بالنسبه للدايبيتس. او ممكن يبقى سبب النيوروباثي، احنا قلنا يعني ايه نيوروباثي؟ دي مايلينيشن اوف بريفرال نيرف. ممكن الدي مايلينيشن يبقى سببه انفلاميشن. اوتو اميون، زي مين الاوتو اميون اللي خدناه من شويه؟ الزهايمر اهو. الزهايمر اهو لسه قايلينه حالا من خمس ساعات، كان اسمه مالتيبل ايه؟ سكليروس. فممكن هي حاجه زي بس سيستميك لوبس. في مرض اوتو اميون اسمه سيستميك لوبس، اشهر اوتو اميون في الجسم. اه ممكن يضرب اماكن معينه برضه في النفس، ولكن بيبقى سيجمنتال. بيبقى ايه؟ سيجمنتال. الدايبيتس بيبقى ايه؟
بيبقى بولي والسيستميك لوبس او الانفلاميشن بيبقى سيجمنت حتت وحتت. تمام؟ عايزكم تقروا لي الديزيز اللي تحت ده بعد اذنكم. اسمه ايه؟ اسمه جيان باري. جيان شايف كم ال؟ شايف كم ال؟ كم ال؟ ولا ليهم ريحه الاسود. جيان مفيش ال اصلا. اسمه جيان باري. جيان باري سندروم. هو ايه جيان باري سندروم يا ولاد؟ سمعتوا عن المالتيبل سكليروز؟ ايوه. هو زي المالتيبل سكليروز بالظبط بس بدا بفايرل. بدا بفايرل. هي كان عندها ايه المالتيبل سكليروز؟ اوتو اميون ديزيز. ميل ولا فيميل؟ فيميل. وبيحصل ايه في النيرفز؟ دي مايلينيشن. وبنسبق بصبغه الايه؟ السلفا. وما نسبقش بصبغه الايه؟ المايلين. مش هتدينا حاجه. تمام؟ نفس الكلام. موتور وسنسوري ممكن يموت. المالتيبل سكليروز ممكن يموت؟ اه هما الاثنين زي بعض. يموت بايه؟ ريسبيراتوري فيل. طب ايه الفرق؟ الفرق حاجتين، انه في الغالب بيبدا بفيرال انفكشن. مين الفيروس؟ ما نعرفش. طب عرفتوا ازاي ان هو فيرال انفكشن؟ افترض كده غالبا كانت تعبانه قبلها عندها فيرال انفكشن خلاص، بس ما حددوش مين الفيروس. في بعض الناس قالوا انتيرو فيروس، ناس قالوا انشتاين بار، قالوا شويه اسامي فيروسات كتير جدا. فهو بيبدا بفيرال انفكشن ويقلب باوتو اميون. فيروس بيحفز المناعه في الجسم يقوم ضارب النيرفات. ركز معايا في الحته دي. المشكله الاخطر بقى المالتيبل سكليروزز. كان في كلمه انا قلتها مهمه قوي في الاعراض، حد فاكرها؟ انتوا مش فاكرين اصلا مالتيبل سكليروزز؟ بتفتكروا انا كان بيجي اتاكس صح؟ ولكن الجيان باري بيبقى رابيدلي بروجريسيف. يعني بيقول لك الفيميل دي ممكن في اسبوع واحد تدخل عيان مركزه سليمه ما فيهاش اي حاجه زي الفل. اسبوع واحد بالظبط بقت في العيان المركزه. طب دخلوها العيان المركزه ليه؟ بسبب الاسبيراتوري فيلر. خلاص؟ فمشكله الجيان باري ان هو بيبدا بفيروس وبيبروجريس بسرعه جدا، ولكن المالتيبل سكليروزز بيبقى اتاكس بيجي لها اوقات سليمه واوقات وحشه وبتعيش فتره طويله مش مشكله، انما الجيان باري اخطر بكتير جدا. فاكرين اي حاجه من اللي انا قلته؟ طب لو سمحت قولي لي في الانفكشنز لو شفنا نجري بعض الزباين يبقى ريز. لو حصل انفكشن انتيريور هون سيلز يبقى ايه؟ بوليومايلايتس. لو شفنا في المخ سابيوراتيف جرانيلوما يبقى السبب ايه؟ فانجل انفكشن. خلاص؟ سيجمنتال. سيجمنتال بولي بس مش في كل النرف حتت وحتت، فما بتفقدش الوظيفه قوي. تمام؟ طيب في عندنا يا دكاتره موضوع شويه مواضيع مرتبطه بالسيريبرو فاسكولار مالفورميشن. سيريبرو فاسكولار يعني امراض في المخ مرتبطه بالاوعيه الدمويه. في كلمتين كلينيكال انما ممكن تتسال فيهم ام سي كيو او شكل. بيقول لك عيان حصل له، سمعوها كتير بعد كده. بيقول لك عيان حصل له ستروك. سمعتوا كلمه ستروك قبل كده؟ يعني ايه؟ ستروك يعني ايه؟ هي ليها ترجمه؟ انا شخصيا ما اعرفش ترجمتها. سكته دماغيه؟ ممكن تكون سكته دماغيه. وفي عيان تاني بيحصل له حاجه اسمها ترانزيانت اسكيميك اتاك. اسمها ايه؟ ترانزيانت اسكيميك اتاك. هما العيانين الاثنين الاولاني اسمه ايه؟ ستروك. والتاني اسمه ايه؟ ترانزيانت اسكيميك اتاك. هما العيانين الاثنين عندهم مشكله في تدفق الدم للمخ. هما الاثنين ممكن يكون بسبب جلطه، بسبب هيموريدج، بسبب رابشر انيوريزم، اي سبب، اثيروسكليروزز، الدم ما وصلش، تروما، ايا كان. ايه الفرق ما بين العيانين الاثنين؟ الترانزيانت اسكيميك اتاك عنده اعراض نيورولوجيكال. يعني ايه اعراض نيورولوجيكال؟ تشنجات، كونفالجن، غيبوبه، ترجيع، ايا كان. ولكن نوت لاستنج مور ذان 24 اورز. اسمه ترانزيانت. يعني الاعراض هتختفي بعد ايه؟ بعد يوم. ولكن الستروك الاعراض بتستمر اكتر من يوم. يبقى اذا ايه الفرق بين الترانزيانت اسكيميك والستروك؟
توقيت المدة. خلاص لو طول يبقى اسمه ايه؟ سترونج. لو خف بسرعة يبقى اسمه ايه؟ ترانزيانت اسكيميك. تمام؟ طيب كلمة سيريبرال انفاركشن، عندي سؤالين في الانفاركشن. السؤال الاولاني في الانفاركشن يا دكاتره، تمام، ستروك لو طول هو ده اللي ممكن يصور مشاكل الشرطي، الترانزيت اسكيميك خلاص وهيخف، يعني ممكن يحصل اورجانيزيشن للجلطه وخلاص، حاجه بسيطه وخف خلاص وعدت، او حصل بلاد فلو بدا يظبط الالاستوميز والدنيا ظبطت، انما مش كلهم هيموتوا يعني. طيب العيان اللي عنده سيريبرال انفاركشن ايه اسباب الانفاركشن؟ يعني ايه انفاركشن؟ يعني حتى عايشه ولا ميته؟ ميته. ميته بسبب ايه؟ اسكيميا. ممكن تعدوا لي ثلاث اسباب للاسكيميا في المخ؟ ثلاث اسباب بس مش اربعه؟ ثلاثه بس. ثرومبس، امبولس. ايه الفرق بين ثرومبس وامبولس؟ ثرومبس اتكونت فيه، امبولس جات له من حته ثانيه. خلاص ايه تاني؟ اثيروسكليروس، هيموريدج. خلاص كل ده يعمل سيريبرال انفاركشن. طيب السؤال الثاني، انت كده جاوبت السؤال الاولاني صح. السؤال الثاني، نوع النكروزس في البرين كواجولاتيف ولا كازيتنج؟ ليكويفاكتيف. نوع النكروز في البرين بيبقى ليكويفاكتيف نكروز. كده جاوبت على السؤالين صح. فاضل السؤال الثالث ونقفل الموضوع خالص. الهيلينج في البرين فايبروزس جلايوزس. كده شكرا جزيلا. هو ده السيريبرال انفاركشن. خلاص الايه؟ الجلايد سيلز ده بديل الفايبروبلاست جوه البرين، ما البرين ما فيهوش فايبروبلاست، كونكتد تيشو بتاع البرين اللي هو الجلايد سيلز، عشان كده بنسميها جلايوزس. طيب السؤال اللي جاي ده مهم يا اولاد بقى نركز فيه. بصوا عندي اكتب على السؤال ده مهم، اللي هو السيريبرال انوريزم. السيريبرال انوريزم ده مهم، عارفين يعني ايه انوريزم؟ طبعا طبعا. يعني ايه انوريزم؟ يعني الارتري نورمال ولا دايتد؟ كله دايتد ولا فوكال؟ فوكال دايتيشن. انواع السيريبرال انوريزم، المخ واحد من الاماكن المشهوره في الجسم اللي بيجي لها انوريزم. مشهور جدا موضوع الانوريزم في البرين. ثلاث انواع، عندي ثلاث احتمالات للانوريزم في البرين. الاحتمال رقم واحد انه كونجينيتال، عنده ضعف في الكونكتيف تيشو اللي موجود في السيريبرال ديسكس، واضعف مناطق في المخ هي السيركل اوف ويلز، عارفينها؟ خاصة منطقة البايفوركيشن. اشمعنى؟ لأن منطقة البايفوركيشن الدم اللي ماشي في الشارع قبله رصيف قام ضرب في الرصيف، دخل في الرصيف، فالمناطق دي فيها ضرب جامد جدا. وكمان لو عندي عيب خلقي في الكونكتيف تيشو الكولاجين قليل أو الإلاستيك لاميلا ضعيفة، هيحصل بايفوركيشن في الرصيف، فيعمل لي كونجينيتال بيري. اسمه كونجينيتال ايه؟ بيري. يعني ايه بيري؟ عامل زي التوت، زي الكريز، كوره مدوره بتيجي في البايفوركيشن بتاع السيركل كويس. فمن اشهر انواع الانوريزم اسمه كونجينيتال انوريزم. بس لقوا حاجه غريبه جدا، لقوا ان العيال اللي عندهم كونجينيتال بيري انوريزم هم نفس العيال اللي كان عندهم كونجينيتال بوليسيستيك كيدني. فاكرها؟ كونجينيتال بوليسيستيك كيدني بيجي معاها كونجينيتال بيري انوريزم. لو سمحتوا قولوا لي تاني معلوماتكم ايه عن الكونجينيتال بيري انوريزم؟ سببه ايه؟ كونجينيتال ديفيشنسي اوف ايه؟ اوف كونكتيف تيشو اللي هو الكولاجين والانترنال الاستيك لاند. مكانه فين؟ انه ارض؟ سيركل اوف ويلز؟ في الجنب ولا في البايفوركيشن؟ شكله ايه؟ بيري. يعني سفيريكال، يعني ساكيولر، بيجي اسوشيتد مع ايه؟ مع الكونجينيتال بوليسيستيك. لا كونجينيتال بيري انيوريزم. النوع الثاني يا دكاتره من انواع الانيوريزم، ركز معايا في القصه دي. بيقول لك مريض عنده مرض ثاني خالص ملوش اي علاقه بالمخ، الموضوع ده حياته اصلا في المخ. يعني مفيش حاجه عملت له القصه دي، هو المخ ديفكت. يقول لك في عيانين عندهم قصه اسمها بولي ارترايتس نودوزا، صحيح؟ بولي ارترايتس نودوزا اوتو اميون ديزيز بيضرب الارتس، يعني الارض بتضرب. يا اما عيانين عندهم سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، يعني بتكون جلطات في القلب.
تطير على المخ تتحبس في السيريبرال فيسلز. والجلطات دي انفكتد ولا نوت انفكتد؟ فيها بكتيريا ولا فيهاش؟ لا اله الا الله. اسمه سوبر اكيوت ايه؟ بكتيريا انفكتد طبعا. خلاص؟ يا اما بسبب البكتيريا او بسبب الاوتو اميون الانتي بودي، فبيحصل ضعف في الجدار. يبقى ضعف الجدار بيحصل بسبب يا اما انفكشن يا اما اوتو اميون. انما ضعف الجدار في الحاله الاولانيه كان كونجينيتي. خلاص؟ يبقى في الحاله الثانيه ايه اللي بيضعف الارتري؟ يا انفكشن بسبب السبع اكيوت اندوماتايز، جلطات ملوثه بتبهدل الجدار. كتيري. يا اما اوتو اميون مرض بيضرب الجدار. فيقول لك يقوم يفصل في الجدار الشكل الاتي. يقول لك فكان غالب غالبا بيجي في الارتريز فبيعمل الشكل ده. كده اهو. فبيقول لك ان المنظر ده فانجيتنج عامل او مشروم شيب، عامل زي المشروم، عامل زي الفنجس. فيقوموا يسموا هذا النوع من الانبريزم مايكوتيك. يعني ايه كلمه مايكوتيك؟ يعني فنجس. لان هو سببه بكتيريا ولا فنجس؟ لان هو شكل فنجس لكن سببه مش فنجس. عشان كده ان شاء الله الام سي كيو اللي هيجي لك هيقول لك المايكوتيك انيوريزم كوزد باي فانجل انفكشن ولا بكتيريال انفكشن ولا تروم. فانت تقول الله هو طيبين كده ليه؟ ما بصلش مايكوتيك اهو فانجل اهو. لا غلط، مش فانجل. خلاص؟ هو سموه مايكوتيك لانه شكل الفانجس وليس سببه فانجس. امال سببه ايه؟ يا اما سببه اكيوت بكتيريا انفكس، يا اما سببه اوتو اميون في البولي ارترايتس. ده النوع رقم اثنين. النوع رقم ثلاثه حاجه مشهوره جدا بتيجي في الانترنال كاروتيد او البازل الارتري، يعني شرايين كبيره بقى، يبقى موضوع كبير بقى. اسمه اثروسكليروتيك. اسمه ايه بقى؟ اثروسكليروتيك عيان عنده تصلب شرايين. والاثروسكليروتيك انيوريزم ما بيجيش في ناحيه واحده، ده الاثروسكليروتيك انيوريزم بيبقى فيوزي فور. يبقى ايه يا ولاد؟ فيوزي فور مهزل الشكل. طبعا عيان عنده اثروسكليروز والكلام ده بيجي في انو ارتريز في الانترنال كاروتيد والايه؟ والبازل ارتريز. دي انواع الانيوريزم في البرين. قولهم لي تاني. النوع الاولاني اسمه ايه؟ كونجينيتال بيري انيوريزم. بيجي فين؟ بايفوركيشن سيركل اوف ويلز. سببه ايه؟ كونجينيتال. نقص في مين؟ كولاجين او الاستيك لاند. النوع وبيجي معاه ايه؟ كونجينيتال بوليسيستيك كيدي. النوع التاني اسمه ايه؟ مايكوتيك. عشان هو فانجل؟ لا، عشان هو شكل الفانجس. ولكن سببه؟ يا اما بكتيريا سب اكيوت اندوكاردايتس، يا اما اوتو اميون مرض اسمه بولي ارثرايتس لدوز. النوع الثالث اسمه ايه؟ اثروسكليروت. بيجي في ارتريس كبيره زي مين؟ بازلر او الانترنال كاروت، وشكله بيبقى ايه؟ فيوزي فور. قولوا لي لو سمحتوا ايه مضاعفات الانيوريزم؟ الفها من دماغك. كومبليكيشن بتاع اي انيوريزم في المخ رقم واحد بريشر، رقم اثنين رابشر هيموريدج، رقم ثلاثة الدم ما بيتحركش كويس يبقى هيعمل ثرومبوزز وكالسيفيكيشن. يبقى مشاكل الانيوريزم والله يفرقع ويجيب دم. طب لو ما فرقعش يبقى هيكبر، يبقى هيضغط، وطالما بيكبر يبقى الدم فيه تربلس ما بيتحركش كويس يبقى هيكون ثرومبوز وممكن يحصل كالسيفيكيشن. تمام؟ كتبتوا على الموضوع ده مهم؟ طب اكتبوا عليه كده. اهو الانيوريزم في البرين. طيب الموضوع اللي بعده يا اولاد عندنا اسمه ايه؟ اسمه فاسكولار مال فورميشن. ما هو الفرق ما بين الانيوريزم والفاسكولار مال فورميشن؟ يعني ايه كلمه مال فورميشن؟ خلل في التكوين. يعني حاجه تيومر مثلا ولا كونجينيتال؟ كونجينيتال. اول عيب مال فورميشن، ركز معايا، اسمه ارتيريو فينوس. اسمه ايه؟ ارتيريو فينوس. يعني عبارة عن كتلة زايدة من الارتريز والفينز. عيان عنده كده كتلة في المخ، يقول لك ده طلع له ورم، يبصوا بالانجيوجرافي يعملوا الأشعة بتاعت الصبغة اللي هي بتاعت الأوعية الدموية، يلاقوا شوية ارتري وفينز وعاملين السموز مع بعض. عيب خلق اسمها ارتيريو فينوس مال فورميشن، وده الموست كومن. أشهر عيب خلق فاسكولار في المخ اسمه ارتيريو فينوس مال فورميشن، يعني ماس اوف ارتريز اند فينز. العيب رقم اثنين كلكم عارفين اسمه كافيرنس هيمانجيوم. شفتوه قبل كده؟ عباره عن ايه كافيرنس هيمانجيوم؟
كافيتس كبير جواها ايه؟ ار بي سيز سيباريتد بايه؟ ركز بقى في الحته دي كويس. سيباريتد بي فايبرس سيت، لانك لو لقيت كافيتس كبير جواها دم سيباريتد بالنيرف تيشو بتاع البرين، يعني مش سيباريتد بفايبرس سيبتا، ما تبقاش كافيرنس مالجيوم، امال تبقى ايه؟ تبقى كابيلاريز دايليتد، كابيلاريز عاديه بس منفوخه، يسموها كابيلاري تيلانجاكتيزيا. يسموها ايه؟ كابيلاري تيلانجاكتيزيا. يعني ايه تيلانجاكتيزيا؟ دايليتيشن. خلاص؟ يبقى سؤال بتوع الباثولوجي يهمهم الاشكال، يقول لك انا بصيت تحت الميكروسكوب لقيت واحد عنده عيب مشكله في المخ مالفورميشن، بصيت تحت الميكروسكوب لقيت دايليتد فيسلز، لقيت ايه؟ دايليتد فيسلز. ايه الاحتمالات؟ ايه الاحتمالات؟ كافيرنس مانجيوما او كابيلاري تيلانجاكتيز. افرق ما بينهم ازاي؟ ما بينها فايبرس سيبتا تبقى كافيرنس مانجيوما، ما بينها نيرف تيشو يبقى كابيلاري تيلانجاكتيز. خلاص؟ دي المالفورميشنز اللي بتحصل. اخر موضوع عندنا في السي ان اس قبل ما ندخل على المصل، ولا بعد كده مصل بقى مش سي ان اس، اسمه انترا كرينيال هيمج. اسمه ايه يا ولاد؟ انترا كرينيال هيمج. يعني ايه انترا كرينيال؟ يعني نزيف في المخ؟ نزيف في المخ يعني؟ لا، انترا كرينيال يعني نزيف جوه السكب. فبيقول لك النزيف الانترا كرينيال ده والله عندي ثلاث احتمالات. بص معايا التقسيمه بقى، الانترا كرينيال هيمورج ده كده بيقول لك ان ممكن العيان يحصل له نزيف اكسترا ديورال. نزيف ايه؟ اكسترا ديورال يعني بين مين ومين؟ اكسترا ديورال بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ الديورا والسكال. ازاي يحصل نزيف ما بين الديورا والسكال؟ هو في فيسلز هنا؟ ارتريز ولا فينز؟ ارتيريا. اسمه ايه؟ ميدل مننج. طب ايه اللي فرق على الميدل مننج؟ تروما. يبقى الاكسترا ديورال هيموريدج ارتيريال وتروماتيك، ما بيحصلش نزيف بره الديوره الا لو اتخبط حادثه خناقه ضربه، والنزيف ده بيبقى ارتيريال قوي ولا ضعيف؟ ده نزيف عنيف جدا، بس العيان ده بيعملوا معاه ايه؟ بيلحقوا، بيقوموا فاتحين ترفاين كده ومخرجين الدم ومعلقين له درناها كده ولا بتاع، ومنزل العمليه الوحيده اللي بتنجح في جراحه مخ وعصابه. لا حاجه زي الفل. يبقى كويس جدا. مش اي مشكله خالص. فالاكسترا ديورال بتلاقي لانه بره ديورال. طيب النوع اللي بعده يا دكاتره اسمه سب ديورال. اسمه ايه؟ سب ديورال هيمج. ركز معايا. سب ديورال يعني بين مين ومين؟ تحت الديوره. طب تحت الديوره ده ارتري ولا فين؟ هو في تحت الديوره ارتريز؟ لا، فينز، الكورتيكال فينز. يبقى النزيف اللي تحت الديوره بيبقى فينس بلاند، وده غالبا سببه ايه؟ ايه اللي يخلي الفينز اللي تحت الديوره تفرقع؟ تروما برضه، بس غالبا بتبقى فريكوينت تروما ومش سيفير قوي، يعني مش حادثه مثلا، يعني ايه؟ واحد بيتضرب كل يوم بوكسين ثلاثه في دماغه، ما بيلعب بوكسر يعني، او بيخبط نوم في الحيط عادي يعني، متروما فريكوينت. المهم انه فينس بلاند. طب العيان ده بيعمل معاه ايه؟ ولا اي حاجه، هيخف لوحده، ده فينس بلاند اورجنايز زي الفل. لان في نوع تاني اسمه ساب اراكنويد هامر. اسمه ايه يا ولاد؟ ساب اراكنويد. والساب اراكنويد يعني بقى تقريبا في المخ خلاص، هو نفسه السيريبر يعني ارتيريا، والعيان ده بيعمل معاه ايه؟ ولا اي حاجه، هيموت لوحده او يخف لوحده. الساب اراكنويد هامر مش حاجه من اتنين، يا اما تروما، بس اتوقع دي تروما بسيطه بقى ولا جامده جدا؟ جامده جدا، وصل للارتريز الداخليه بتاعت المخ السيريبرال ارتريز سب اراكنويد سيفير تروما. او السبب الاهم بقى، احنا عايزين الموضوع كله بقى عشان الحته الاخرانيه دي، سبونتينيوس هيموريدج. يعني ايه سبونتينيوس هيموريدج؟ ما حدش لمسه، ما حدش قرب منه، ده نزف لوحده. ايه الاسباب المحتمله اللي تعمل نزيف داخلي في المخ بدون تروما؟ عد لي بقى شويه اسباب. اشهر سبب في العالم هايبرتنشن. اشهر سبب ايه؟ هايبرتنشن. السبب اللي بعده، في حاجات جوه المخ ممكن تفرقع لوحدها؟ انيوريزم.
كم نوع الانيوريزم؟ ثلاثة كونجينيتال مايكوتيك وايه تاني؟ واتروسكلور. يبقى الانيوريزم سمعتوا عن حاجه اسمها فاسكولار مال فورميشن؟ عارفينهم دول اللي هم كانوا كام نوع؟ ثلاثه برضه فاكرينهم؟ ارتيريو فينوس كابيلاري هيمنجيوما وكابيلاري هيمنجيوما وكابيلاري تالينجكتيز. يبقى ممكن اللي فرق على الواحد ده اولا ممكن يبقى كابيلاري الصغيره في حالات الهايبرتنشن. الهايبرتنشن بيعمل ارتيريوسكليروزز وبيعمل مايكرو انيوريزم في الاوعيه الدمويه الصغيره. فممكن يفرق على الواحد. خلاص؟ او ممكن انيوريزم بجد. او ممكن فاسكولار مال فورميشن. او ممكن تيومر وعمل انفيجن لاي اوعيه دمويه. او ممكن اسباب جنرال. زي ايه اسباب جنرال؟ واحد عنده بلاد ديزيز، عنده هيموفيليا، عنده فيتامين ديفيشنسي، عنده لوكيميا. دي اسباب السبونتينيوس. لو سمحتوا قولوا لي القصه في الانتراكرانيال بنقسمه على حسب السايت الى ثلاث حاجات. يا اما ايه؟ اكسترا ديورال وده بيبقى نوعه ارتيريا. مين الارتري؟ ميدل مينينجيال وسببه كروماتيك. يا اما يبقى سب ديورال وده بيبقى نوعه فينس. يا اما يبقى سب اراكنويد وسيريبرال وده بقى يا اما تروماتيك يا اما سبونتينيوس. اشهر سبب سبونتينيوس هو هايبرتنشن ومجال حاجات تانية. بيقول لك ان الهيموريج ده ممكن يبقى بيتيكيال. يعني ايه بيتيكيال؟ نقط نقط نقط. يا اما يبقى ديفيوز عنيف. العيان ده يا اما بيخف يا اما بيخفضوا بقى ضغط المخ ويقللوا يدوا ادويه للنزيف انما ما يقدروش يخشوا جوه يطلعوا دم من جوه ده ما بتحصلش بيطلعوا دم اللي من بره بس. تمام؟ طيب ده بالنسبه لموضوع الايه الهيمورج. ايه مضاعفات الهيمورج؟ بيعمل ايه هيمورج؟ واحد عنده نزيف في المخ هيعمل ايه يعني؟ ايه يعني نزيف في المخ يعني؟ زعل عين في ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ كومبريشن. ممكن يعمل برين هرنيشن صح؟ ممكن يعمل اسكيميا كل الكلام. تعالوا نبص بقى على ديزيز اوف ماسل. ديزيز اوف ماسل شويه الكلام ده اللي هو ده اللي عليكم فقط لا غير. ده اللي مطلوب منك في المصل. الجزء الاولاني شفوي والجدول التحتاني نظري. الجدول التحتاني ده مهم. طبعا الجدول طالما مهم اكيد هتلاقي تيومر. اللي فوق ده كله كلام فاضي. هرنيشن ما احنا قلنا ان جزء بارت اوف برين بلش من فورم المعدة. طيب الكلام بقى اللي هو شفوي كلام فارغ هنشرح الاسكان بعد ما اخلص الناس هناخد كورس. لا مش وقت الاسكان هتذاكروه من الباوربوينت البرزنتيشن ده النهارده. هعرض برزنتيشن باوربوينت الاسكان هتذاكروا من البرزنتيشن ده بس وتذاكروه في ربع ساعه بس وما تاخدش فيه اكتر من كده لان عمره ما جه سؤال في الاسكان ولو جه يبقى هيجي لك من البرزنتيشن اللي انا هشرحه ده. خلاص فتذاكر البرزنتيشن فقط لا ورق ولا احزنه. بص يا ولاد الديزيز اوف ذا ماسل في عندنا مرض اسمه مايسينيا جريفز. سمعت عنه قبل كده؟ هو المايسينيا جريفز ذا تيومر ولا اوتو ميون؟ وطالما اوتو ميون يبقى مور كومن ان ايه؟ يا عيني فيميل برضه من سن كام؟ 20 ل 40 برضه. وبيقول لك ان الفيميل النهارده بقى مين اللي اتضرب؟ في المايسينيا جريفز مين اللي اتضرب؟ العصب المايلين حاجه في العضله. ايه بقى المرتبط؟ لما نتكلم ديزو في ماسل بقى ايه بقى؟ اسيتايل كولين ريسبتور. ايه هو الاسيتايل كولين ريسبتور ده بيعمل ايه يعني؟ بيمسك الاسيتايل كولين عشان ايه يعني؟ ايه وظيفته؟ الشغل كله ده الحركه كلها. فلذلك الفيميل دي اعراضها ايه؟ الاقي عندها بروجريسيف ويكنس. ممكن الامراض اللي بتعمل ويكنس في المصل تموت في الحالات الادفانسد قوي لو عملت ويكنس المصل بتاعت الايه؟ نفس الكلام. خلاص؟ بيس فايلر. طيب ده المايسينيا جريفز. بص يا ولاد المرض اللي بعده اللي اسمه لامبرت ايتون. لامبرت ايتون سندروم زي المايسينيا جريفز بالظبط ولكن الفرق حاجتين. هو برضه اوتو اميون وبيضرب الاسيتايل كولين وبيجي للفيميل ولكن بيجي دايما فارانيوبلاستيك. يعني ايه فارانيوبلاستيك؟ يعني معاه سرطان. يعني يجي السرطان الاول يعمل السرطان يعمل حاجه في الجسم يجنن المناعه. خلاص؟ فبيجي الاول قبليه كانسر. واشهر كانسر بيجي معاه هو السمول سيل كارسينوما بتاع المناعه. تمام؟ يبقى الفرق بين اللامبرت ايتون والمايسينيا جريفز
انه بيجي معاه فعلا نيوبلاستيك سمول سيل كارسينوما. المرض اللي بعده اسمه دوشين. اسمه ايه؟ دوشين ديستروفي. الدوشين ديستروفي ده لا هو اوتو اميون ولا هو انفلاميشن، ولكن مرض انهيرتد بيتورث، يا اما اوتوزومال دوميننت بس في الغالب اكس لينكد. عارف يعني ايه اكس لينكد؟ اكس لينكد يعني بيجي للولاد ولا للبنات؟ كومن في مين؟ اشمعنى؟ لان الراجل غلبان، هي اكسيه اللي حلت خلاص ضربتها خلاص ظهر المرض، فهو الاكس لينكد. عشان كده بلاقي الدوشين اولاد، الدوشين بويز، ومرض وراثي. طيب بيعمل ايه الدوشين؟ عندنا اولاد بروتين في العضله اسمه ديستروفين. ديستروفين البروتين اللي موجود في العضله اللي اسمه ديستروفين ده جزء من السركولوما بتاع المصل، يعني هو مهم لنشاط ونمو وحركه العضله. فالطفل بيتولد ما عندوش الديستروفين، فبيتولد العضله مين البدايات ضعيفه واما تيور. ولذلك مشكله الطفل ده ايه؟ يقول لك الطفل عمال بيكبر سن ولكن نشاط حركي ما بيكبرش، يعني المفروض يقعد اتاخر على ما قعد، المفروض يتحرك اتاخر على ما وقف واتحرك، ومجهوده ضعيف. ويبدا مع الوقت تلاقي الطفل ده غالبا بيحصل له اعاقه كامله مع الوقت، ويبقى على طول على كرسي متحرك. الكلام ده وليس له علاج لانه مش اوتو اميون، لانه ايه؟ انهيرتد. ده هو عنده ديفكت في العضله نفسها، هغير عضلاته واجيب له عضلات ثانيه، هو مولود بعيب خلقي. ده اسمه دوشين ديستروفي. ممكن الامراض اللي تعمل مشاكل في العضلات تموت؟ لو وصلت العضلات ريسبيراتوري نفس الكلام. المرض اللي بعده يا دكاتره اسمه بيكر. اللي فات كان اسمه ايه؟ دوشين. ده اسمه ايه؟ بيكر. بيكر هو اخو الدوشين، زي الدوشين بالظبط، ولكن بتظهر الاعراض ان ادوليسنس. هو الدوشين كان بيظهر في مين؟ من هو عيل صغير. بنعرف انه دوشين، يقول لك انما بعد ما كبر بدات الاعراض تظهر، يعني الموضوع مايل شويه وسلولي بروجريسيف، هو اقل حده من الدوشين، فبيظهر في سن اكبر واعراضه اكبر وهو ليس كومن كمان. طيب في عندك عنوان اسمه اكوايرد مايوسايتس، ده تعرفوه اسامي فقط لو عايز تعرف، ولو مش عايز تعرفه عادي جدا مش فيه مشكله خالص. بس انا عايزك تعرف اهم حاجه يعني ايه كلمه مايوسايتس. مايوسايتس يعني ايه اصلا؟ انفلاميشن في مين؟ في المصر. كلمة مايوسايتس يعني انفلاميشن اوف مصر. عندي شوية كلمات كده يقول لك مثلا عيان عنده بولي مايوسايتس، يعني عضلات كتيرة قدام. ديرماتو مايوسايتس، انفلاميشن في العضلات ومشاكل في الجلد. خلاص؟ عنده حاجة اسمها انكلوجن بودي مايوسايتس، حاجة كده على النون كوز. وعنده شويه شوائب جوه العضله، اعرفوهم اسامي بس. طيب نيجي بقى للجدول المهم. الجدول المهم يا اولاد اللي هو تيومرز اوف مصر. هو ممكن يطلع تيومر في الجسم يكون مصر؟ سترايتد مصر؟ ممكن. النوع الاولاني اسمه رابدومايوما. يعني ايه رابد؟ سمعتوا عن ليومايوما؟ ليومايوما. ايه ليومايوما دي؟ ده سموث ولكن رابدو سترايتد مصر. يبقى ده بيناين ولا مالجنانت؟ رابدومايوما بناين. لو مالجنت يبقى اسمه ايه؟ رابدومايوم ساركوما. يبقى هقارن ما بين الرابدومايوما والرابدومايو ساركوما. مين البناين؟ رابدومايوما. مين المالجنت؟ رابدومايو ساركوما. الرابدومايو ساركوما مهم ليه؟ لانها اشهر ساركوما بتيجي للعيال الصغيره، بتيجي للاطفال اللي هم اقل من 6 سنين. تمام؟ ايه السايز؟ بص يا ولاد، الرابدومايوما البناين اشهر مكان ليها في الجسم كاردياك. يقول لك بيطلع ورم في القلب عباره عن كتله عضلات، which is very rare. انتوا عارفين اشهر ورم حميد في القلب اسمه ايه؟ اسمه ميكزوما. اللي بعده اسمه رابدومايوما، بس very rare اصلا. هو ده اكتر حاجه بتيجي في القلب، وهو اصلا rare اساسا، اورام القلب very rare. ده معناه ان الرابدومايوما دي حاجه نادره جدا. خلاص؟ حاجه نادره قوي. ممكن يجي في اللسان، ممكن رير برضه. وبيقول لك ان الورم لونه هيبقى ايه؟ تتوقع كده ورم بيعمل عضله يبقى لونه ايه؟ احمر او بني.
وتحت الميكروسكوب الاقي فيه سترايتد مسل سيلز فيها سترايشن اكتين ومايوسين زي العضلات الاصليه. يبقى الرابد مايوما بتيجي فين؟ في الهارت. مو بتيجي فين؟ في التانج. قلب واللسان خلاص، ولونها بيبقى براون او ريد، وتحت الميكروسكوب بيبقى سيلز فيها سترايشنز. نيجي للرابد مايوساركوما. الرابد مايوساركوما في السرطان اشهر مكان في الجسم جينيتال او جينيتو يورين. جينيتو يورين ممكن تيجي في اليوترس، ممكن تيجي في الفاجينا في البنات الصغيره، ممكن تيجي في السيرفكس، ممكن تيجي في اليورينري بلاد، او تيجي في الهيد والنك. يبقى يا فوق يا تحت. ده مين اللي بيجي فوق وتحت؟ الرابد مايوساركوما. امال الرابد مايوما؟ قلب ولسان، اللي على قلبه على لسان. انما الرابد مايوساركوما فوق وتحت، فوق هيد ونك وتحت جينيتيورين. خلاص، ده بالنسبه للسايد. بص بقى معايا، الرابد مايوساركوما يا اولاد ثلاث انواع. الرابد مايوساركوما اللي هي الماليجنان ثلاث انواع. النوع رقم واحد اسمه امبريونال، يعني بيجي في مين؟ في الامبريو تشيل. النوع الاول اسمه ايه؟ امبريونال، بيجي في التشايلد. النوع الثاني اسمه الفيولار. اسمه ايه؟ يعني بيجي في الالفيولاي. لا، الفيولار يعني خلايا عامله شكل الالفيولاي كده. والفيولار بيجي في الادوليسنس، في المراهقين. اوحش نوع اسمه بليومورفيك. يعني ايه بليومورفيك؟ يعني عك بقى، خلايا شكلها زي الزفت. واوحش نوع بيجي في الكبار، اولد ايج. يبقى اذا الرابد مايوساركوما بتيجي في مين؟ في المراحل العمريه المختلفه، بتيجي في الناس كلها، في جميع الاعمار. بتاع الاطفال اسمه ايه؟ امبريون. وبتاع الادلسنت الفيلا. بتاع العواجيز بليومورفيك. تمام، ده بالنسبه لاماكن للايج بتاع الرابد مايوساركوما. الرابد مايوساركوما يا اولاد جروس بالعين، يا اما يبقى لونها جريش وايت، ده لو هي الفيلا زي اي سرطان جريش وايت، كل السرطانات اللي خلناها جريش وايت. يا اما انها تعمل جريت لايك ستراكشر عامله زي عنقود العنب بهذا الشكل وفليشي ومتبهدله كتله فرايبل وحاجه زي الزفت، ودي بيسموها ساركوما بوترويدز. ساركوما ايه؟ بوترويدز. وبوترويدز ده كان عالم انجليزي ولا الماني؟ بوترويد يعني عنقود. بوترويد يعني ايه؟ يعني عنقود. يبقى ساركوما بوترويدز لانها تشبه عنقود العنب. جريت لايك. جريت لايك. يبقى شكل الامبريو، شكل الرابدو مايوساركوما حاجه من اثنين، يا تبقى الريجولار ال ديفايند لونها جراي، يا تبقى عامله زي عنقود العنب بيسموها ساركوما ايه؟ بوترويدز. وغالبا الامبريونا اللي هي اللي بتعمل المنظر. تحت الميكروسكوب لو ايه؟ لو الخلايا المالجنت بتاعت التيومر هيسموها رابدو مايوبلاست. يسموها رابدو ايه؟ مايوبلاست. بنايم ولا مالجنت؟ مالجنت. طب انت شايف خلايا سرطانيه شكلها وحش، عرفت منين انها رابدو مايو؟ عرفت منين ان اصلها سترايتد مصر؟ يقول لك والله لقينا فيها خطوط بيت، والخطوط ده دي سترايشنز، لقينا فيها انترا سيتوبلازميك سترايشن. يبقى هلاقي مالجنت رابدو مايو بلاست وفيها انترا سيتوبلازميك سترايشن. بص بقى معايا، وبيقول لك لقينا النيوكليس شكلها مشوه جدا. النيوكليس ليها راس بهذا الشكل وليها ديل بهذا الشكل. لا، يبقى النيوكليس دي راوندد ولا الونجيتد؟ الونجيتد. بيقول لك عامله زي التيد بول. عارف التيد بول اللي هو ايه؟ التيد بول اللي هو جنين الضفدع، بيسموه بالعربي الشرغوف. اللي عندهم شويه تشبيهات. جنين الضفدع، عارفين الضفدع؟ عارفين الضفدع؟ جنين الضفدع بقى. اللي هو عامل كده خلاص؟ او بيسموها ستراب لايك. ستراب، ستراب عامل زي الحزام يعني. خلاص؟ يبقى النيوكليس عامله زي جنين الضفدع او الايه او الحزام. لا، تيومر بيكون سترايتد بس مش بيطلع.